أهلا بكم من دلتا نهر السنغال وحتى حافة خليج الرأس الأبيض بواجهة بحرية تبلغ 720 كيلومتر ذات وفرة وتنوع سمكي يمتاز بقيمته التجارية العالمية المرتفعة. تلكم هي معطيات الصيد في موريتانيا، قطاع يعود بنتائج اجتماعية واقتصادية ذات أهمية قصوى ويحتل مكانة أساسية بفضل العائدات والفرص التشغيلية التي يتيحها، كلها معطيات تجعل من هذا القطاع ذا أولوية في اقتصاد البلد. واقع القطاع وإن تحسن خلال السنوات الأخيرة بفضل الاستراتيجيات المنفذة والمقترحة وكذا الإنجازات التي شهدها، إلا أن نواقص ما زالت تشكل عقبات أمام لعب القطاع الدور الحيوي المناط به. فعلى مستوى البنى التحتية ما زالت الموانئ الخاصة بالصيد التقليدي مطلبا ملحا لترتفع المردودية الاقتصادية لهذا الصنف من الصيد، والذي تشكل نسبة العمالة فيه الأعلى في القطاع ككل. مشكل آخر وهو عصرنة الأسطول الوطني للحيلولة دون احتكار الأساطيل الأجنبية الساحل الموريتاني، وهو ما سيعود حسب المراقبين بالنفع على كل الفاعلين في القطاع. جانب آخر لا يقل أهمية عن سابقيه هو تشجيع الاستثمار الوطني وتفعيل دور الشركة الوطنية لتسويق الأسماك، والأسئلة هنا كثيرة. متى سيتم تطبيق القرارات الرامية إلى ضبط السوق المحلي وتمكين السماكين الموريتانيين من بطاقاتهم لوقف فوضوية السوق؟ وأين تدخل الدولة عبر القروض لمساعدة العاملين بهذا القطاع للرفع من إنتاجيتهم؟ والسؤال الأهم، هل نجحت سياسة وصول المنتج السمكي لكل بيت موريتاني؟ وما الأرقام المتحصل عليها في هذا الشأن؟ اهتمام آخر من اهتمامات الوزارة الرقابة والتفتيش لمنع استنزاف الثروة السمكية والوقوف دون تأثير الشركات العاملة في التنقيب وكذا بواخر الشحن وحاملات النفط على البيئة البحرية الموريتانية. وهنا نتساءل، ما الإجراءات المقام بها لمراقبة الساحل الموريتاني؟ وهل لدى الهيئات الرقابية التابعة للوزارة الوسائل التي تمكنها من أداء دورها؟ ما الدور الذي يلعبه المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وتربية الأسماك؟ وهل لدى المؤسستين من الوسائل ما يمكنهما فعلا من أداء دورهما المحوري؟ هي أسئلة ضمن أخرى نضعها على طاولة النقاش مع وزير الصيد والاقتصاد البحرية سيد الناني والشروقة، وسنناقشها ضمن محورين اثنين. الثروة السمكية كنوز محيط لم تستغل بعد، وفي المحور الثاني الرقابة والتفتيش أولويات ملحة. أهلا بكم مشاهدي الكرام في كل مكان، معي الوزير، مساء الخير. كالعادة لديكم 3 دقائق توطئة مقدمة ما شئتم في 3 دقائق بداية البرنامج. شكرا. البداية نختار نشكر التلفزيون الموريتانية اللي تاحتنا هذه الفرصة من أجل فهم المواطنين إشكالية الصيد ومدى أهميته. وسابق ندخل في الموضوع نختار اللي بمناسبة عيدنا الوطني، نهن الشعب الموريتاني، نذكر اللي جميع شهدائنا في المقاومة هاي الفرصة، لأن هذا عيد الاستقلال اللي عدلنا والمنامس في الحقيقة عنده نكهة خاصة، لأنه يجي في ظرف في الحمد لله بلادنا تنعم بالأمن والاستقرار، تنعم ضمان الحريات الفردية والعامة، وتنعم واللي الحمد لله لأنها مدة السنوات 5 إلى 6 الماضية تغيرت واجهتها في جميع المجالات، على المستوى البنى التحتية، على المستوى توفير الخدمات الأساسية في كافة القرى والمدن الموريتانية، وهذا في الحقيقة يعطيه ميزة خاصة وفرصة نهنوا به الشعب الموريتاني، ونهنوا به رئيس الجمهورية، ونهنوا الحكومة الموريتانية اللي شرفت على هذا. في ما يخص القطاع نختار نطمئن الموريتانيين عن الحمد لله إن عندنا منطقة خالصة معتبرة كمساحة، إنها منطقة فيها تقريبا 234 ألف كيلومتر مربع،
إن كيف قلتم مداخلتكم بالبداية أعلنا عندنا شاطئ 720 كيلومتر، وإن هذه المنطقة الخالصة ميزاتها الفيزيائية تمكنها من نبرة معتبرة للمنتوج السمكي وتنوع ملي معتبر لهذا المنتوج السمكي، حيث أعلنا نجبر فيها 600 نوع من الأسماك. فعلا اليوم اللي يتجر منها لا 200 نوع يقير الكميات الأخرى الدور لها يجبر لها أسواق جديدة. من ذاك نختار نقول عن أن اليوم في منطقتنا الخالصة عندنا إمكانية استخراج 1,800,000 طن سنويا منها، بحيث أن ما يضر استمرارية الثروة وحماية وصيانة الأجيال القادمة. نختار نقول عن قطاع الصيد ملي قطاع مهم، قطاع حيوي بالنسبة للدولة لما له من إيجابيات وانعكاسات سواء على المستوى المالي أو على المستوى الاجتماعي. بحيث انقطاع الصيد، وهون نختار نرجع شوي لإشهاركم اللي عدلتوا اللي هو إشهارة نقولوا احنا عنه انه يقبض النص الماء وملان من الكاس، على انه تقولوا عن لماذا تراجعت عائدات الصيد. نختار نذكر لان مشاركة المساهمة في المنتج الداخلي الخام للصيد كانت 4% 2010 و2015 6%. نختار نقول عن مشاركته في المداخيل العام 2010 38 مليار و2015 50 مليار. نختار نقول عن مساهمته في ميزان المدفوعات بصفة عامة 25% 2010 و20% 2015، وذاك يعود على أن دخل على الخط قطاع آخر شارك بطريقة معتبرة في هذا في المساهمة في الميزانية اللي هو قطاع المناشئ. نختار نقول عن كيف تقولوا لماذا تراجعت حجم الاستثمارات. نختار نقول عن الاستثمارات العمومية سنة 2010 من إنشاء الصيد 3 مليارات، وانها لحقت سنة 2015 38 مليار وقيم. نختار نقول عن الاستثمارات في القطاع الخاص انها كانت 38 مليار 2010 وعادت 53.7 مليار 2015. نختار نقول عن الاستثمار الاجنبي اللي تكلمت عنه كان يناهز 15 مليار 2010 واليوم 76.6 مليار وقيم. نختار نقول عن العمالة اللي قلتوا لي ما تناقص العمالة انها كانت 2010 36 الف عمال مباشرة، واليوم عندنا 55 ألف عامل مباشر اللي تعدل من قطاع الصيد أول مساهم في البطالة على المستوى الوطني. نختار نقول عن الثروة رقم كميتها ورقم تنوعها، أن الشعب الموريتاني ذاك يعود لعدة أسباب ما كان عارفها بعد من السهلاء. نختار نقول فضل السياسة الرشيدة والتوجيهات رئيس الجمهورية عندنا اليوم المنتوج السمكي الموريتاني وصل ياسر من البيوت اللي قاع ما كانوا يحلمون ان السمك يلحقهم. ان السمك اليوم بفضل الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك وصل حتى مبيكة الحواش في أقصى الشرق، وصل بير المقرين في أقصى الشمال، وصل جميع القرى اللي على النهر في أقصى الجنوب. وهذا يعود على لإرادة سياسية حق على المنتوج الموريتاني أن يعود في متناول الجميع. على كل حال ندور رجع التفاصيل كاملة نجمع المحاور لهنا اخترت نبين هؤلاء تماما. على كل حال لهنا البداية باش شوي نجاوب على الأسئلة لأن بدو تقرير تمهيدي ربما يعطي زاد معلومات ما تعود لا فيها شيء من الكأس الجانب والله نصف الكأس الفارق اللي تحدثت عنه معي الوزير، لأن البرنامج دائما نقوله بأنه لا نعرف عن جميع القطاعات الحمد لله يتحقق بهم شيء، وكل قطاع قاع له برصه يتحقق به شيء، يا غير دائما نشوره على ذاك اللي خاص، وهو هو دورنا اياك يعود حاسبه المسؤول اياك مولي المشاهد الموريتاني يسمع من المسؤول الاول عن القطاع اجوبه حول
ذا الناقص، ويعاد اللي ما هو ناقص معلومات نحن تعود تصحوها معي الوزير. نتابعوا تقرير تمهيدي ثم نعود للنقاش المحور الأول. أكثر من 700 كيلومتر يطول الشاطئ الموريتاني الغني بالثروة السمكية ذات التنوع الثري. هذا الشاطئ الذي يعتبر الأغنى في العالم لم تضع سياسات ولم تتوفر الآليات بعد لاستغلاله الاستغلال الأمثل، فهو قادر بمخزونه السمكي الهائل على القضاء على البطالة أولا، وعلى توفير ما تحتاجه البلاد من السيولة الأجنبية ثانيا. مشاكل كثيرة يعانيها هذا القطاع وتحد من مردوديته على الواقع الاقتصادي للبلد، فالمنتجات المستخرجة من أعماق المحيط الأطلسي لا يصل منها الشاطئ الموريتاني إلا النسبة القليلة، والأمر عائد إلى ضعف البنية التحتية في مجال الصيد، فالموانئ القادرة على استقبال السفن وزوارق الصيد التقليدي قليلة جدا، رغم أن محاولات في هذا المجال تم قطع أشواط في إنجازها كالقطبين الاقتصاديين بنقطتين 28 و144 جنوب العاصمة، وكذا تقدم الأشغال في ميناء تانيت شمال العاصمة. مشكل آخر لا يقل أهمية عن سابقه، تهالك الأسطول الوطني واعتماد العاملين في هذا القطاع على زوارق الصيد التقليدي التي لا تستطيع الإبحار عميقا، مما يجعل المنتوج المتحصل عليه قليلا وغير قادر على تلبية حاجات الموردين وكذا السوق الوطني. ضف إلى ما سبق انعدام وجود مصانع موريتانية قادرة على تحويل المنتوج السمكي الوطني إلى منتج نهائي قابل للتصدير على شكل بضائع، فالاستثمارات الموريتانية في هذا المجال ما زالت ناقصة حسب المراقبين. هي في المجمل عوائق تحول دون لعب هذا القطاع المحوري دوره المنشود، وأن يكون فعلا العمود الفقري للاقتصاد الوطني. مجموعة من القضايا طرحها الزملاء في تقريرهم، زميل مختار التمين، زميل عبد الرحمن الكعباش، والمخرج محمد سير الرابط، الذين اصرفوا على إنجاز هذه الحلقة وجابوا البلاد شرقها وغربها ومحيطها وصحراءها، لأن في الصحراء أصبح السمك يوزع هناك ما أشار إلى ذلك معالي الوزير. مجموعة من القضايا، البنى التحتية، ضعف بنى التحتية خاصة بالنسبة لهذا القطاع، ونحاول نركز عليه لأنه قطاع ذات أهمية قصوى بالنسبة للمواطن البسيط اللي هو الصيد التقليدي. هم يتحدثون عن ميناء تانيت، يتحدثون عن الأقطاب التنموية، ولكن لا ظهر لهم عن مزال خاص شيء ياك قد القطاع شوي يدي دوره، خاصة الدور الاقتصادي والاجتماعي البحث اللي قائم به. هذا التقرير شفنا طرق لثلاث نقاط، طرق الذي ينقال البنية التحتية الموانئ، وطرق لآلية الإنتاج، تمام، وطرق لآلية تثمين المنتوج على الأرض. أول ما حاول ثلاثة هو اللي طرق اليوم، ولنقوم واحد واحد. البنى التحتية. البنى التحتية. البنى التحتية كيف تعرفوا 2009 كانت شبه معدومة، لأن كانوا عندنا ميناءين، اللي قالوا ميناء أنواذب المستقيم وعندنا ميناء خليج الراحة. فيما يخص ميناء أنواذب المستقيم كان للأسف دون المردودية، لأنه قاع ما كانت قد تلحق السفينة لكثرة حطام السفن اللي طايح في البحر حذا، وبالتالي ما كانت قد تلحق. زيادة على ما كان يتوفر على الخدمات الأساسية، لا من ماء لا من كهرباء لا من صرف صحي. ميناء خليج الراحة هو الآخر اللي هو ميناء الصيد التقليدي اللي ينقال له 2009 كان مكتظ، بأنه هو أصلا تم إنشاؤه باش استقبل 500 زورة، وكانت فيه 2009 3000 ما يزيد على 3000 زورة. المنطقة الأخرى كلها كانت فارقة، جميع نقاط التفريق اللي بعدها بعد اللي يمشي مستوى المادي. وهذا انطلاقا من 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 توجيهات رئيس الجمهورية، تم أولا إعادة تأهيل هذه الموانئ، كانهم بعد قاعد قد يقيموا بالوظائف اللي يعدوا لها أصلا، وهو تم نزع حطام السفن، تم إمداد الميناء المستقل للنواذيب بالخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي، وتم في نفس الوقت
توسعه ميناء خليج الراحه باش يخف عليه من الاكتظاظ اللي واقع له واللي شفته تدشينه مؤخرا يوم 28 الناس بالاستغلال. انطلاقا من ذا ملاحظة على جميع منطقتنا الخالصة واجهتها كاملة ما فيها أي نقطة تفريق تمكن من إجابة اللي قالوا المنتوج وتثمينه وتعطى له قيمة مضافة. هو أعلن رئيس الجمهورية أعطى التعليمات بإنشاء ميناء تانيت اللي سنتات فيه الشغل وقيد التنفيذ حالا. في نفس الوقت على مستوى سوق السمك تمت إعادة هيكلة سوق السمك من أجل دعمه تغير نمطه وكان من شركة خصوصية ذات رأس مال مختلط إلى مؤسسة عمومية ذات بالطابع تجاري وصناعي، ولا تعد إعادة هيكلة مباركة مع حالا من أجل أنه يعيش. في نفس الوقت تمت الدراسة لمنطقتنا الجنوب منطقتنا الخالصة اللي هذلت موانئ ميناء عند نقطة 28، ميناء عند اللي قالوا فرنانا، ميناء عند النقطة 144 اللي قالوا ندامش، وميناء عند انجاب. هذو دراستهم تمت. وكيف أربع موانئ ثلاثة في الجنوب 28 144 ونجاب وندامش ندامش شوي قالوا ندامش شوي قالوا 144 وكيف تعرفوا اعلن ميناء اللي في نقصة الجنوب اعلن رئيس الجمهورية اعلن بداية الاشغال فيه ليت سنتي في 6 اشهر طبعا اعلن الصفقة تم توقيعها وقيد الدراسة حالا الدراسة التنفيذية اللي تدق زكسيون يقولها قيد التنفيذ. وميناء 28 في القريب العاجل ان شاء الله دور اللي تم ابرام صفقته. هذا فيما يخص البنية التحتية. وفعلا مازال البنية التحتية والخدمات الأساسية والخدمات الأساسية من مياه وكهرباء مبرمج معهم كان. فيما يخص وهذا في ظرف وجيه هذا هو من 2009 إلى 2015 تم إعادة تأهيل الموانئ الاثنين الأساسيين اللي كانوا بده يشتغلوا، تم الشروع متبارك مع بناء ميناء ثاني. بالنسبه لميناء نواذيبو اعاده التاهيل يعد له يتوسع عمله وعدلت اعاده التاهيل بعد قاعد باش يستقبل ومزاد بالتوسعه الاخرى. اعاده التاهيل نقول عن حطام السفن كامل اللي كان قالق له الطريق الكنال من نفسه هيش، ونزاد بالخدمات الاساسيه من مياه وكهرباء وصرف صحي، وعدت لهم اللي التوسعه اللي وفات من له سنه يتم استعمالها بالقريب العاجل. فيما يخص النقطة الثانية وهي اللي ينقال الأسطول الوطني، احنا عندنا أسطول وطني من 3 أنواع. ذي الأسطول ينقال له التقليدي اللي هو الزوارة، وذي الأسطول ينقال له الشاطئي، وذي الأسطول ينقال له الصناعي. الأسطول التقليدي والشاطئي والصناعي جلو كامل مستهدف نوعية واحدة من السمك الذي قالوا الأخطبوط. وفي الحقيقة إلا ذو السنوات الأخيرة حكما مستهدفا لا 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 هذا النوع من السمك. وهذا يعود لأسباب فيها أسباب تجارية وفيها مدي أسباب فنية وتقليدية وثقافية. أعلن 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 كيفاش هو أسهل هو أربح؟ لا هو أربح بما قد التجارة، وهو ملي أسهل اصطياد وخاصة على مستوى الصيد التقليدي، لأنه شيء من شيء من الدلع يقولوا إحنا ينزرق لتحت ويجي الصبح يجبد ويجيب الحوت. السرع يقول لهم يقول لهم السرع. عندنا وهذا يعود الأسباب التقليدية. إحنا أصلا كموريتانيين عندنا مجموعتين هي اللي كانت في الحقيقة تمارس الصيد بطريقة منتظمة وفي عاداتها. مجموعة جاكو هي اللي صيادين حقيقيين، ومجموعة إمراق هذا هم الأساس. وكان تواجدنا على الشاطئ ضعيف حتى الأسباب ثقافية والأسباب اللي موضوعية عدم وجود المياه الصالحة للشرب على الشاطئ. ورغم الجهود اللي قامت بهم الدولة
من أجل أن الموريتانيين يتوجهوا للصيد التقليدي ويتوجهوا للصيد بصفة عامة، مازال فهم نقص على هذا المستوى، نقص في تنوع المصايد من نفسها، من دون مجموعة نجاقو الذي قالوا الأسماك السطحية اللي تقريبا تناهز مليون و200 ألف طن من مخزون القابل للاستخراج اللي هو 1,800,000 طن، اللي يستهدفها مازال عندي عنه يمشي بين 70 إلى 80 سن تورنانت متواجدة هنا تياه وطنية. وهذا الأسطول وضعيته شنو معناته؟ ياك ما نتخطاه. وهذا الأسطول التقليدي وضعيته لباس به. الإشكالية المطروحة مقارنة بما كانت عليه. نقول لك عن مقارنة بما كان عليه. ياك مع الوزير. ياك عن الأسطول الوطني. ياك مع الوزير نديركم شوي في الفكرة اللي اختينا نوصل لها. أن احنا كنا نهارنا في نواديبو والفريق كذلك. أنتم ماركة رسمتوا لوحة جميلة تطور كل شيء، هذا بالنسبة بعد على الأقل للبنى التحتية اللي هي اللي أصلا تجر يبقى خلق من تطور البنى التحتية معناها يتطور الحركية كاملة بصفة عامة. احنا يقال في نواديبونا الحركية مشلولة، حركية الصيد لا يوجد صيد في نواديب، الصيد التقليدي ميت، العمالة ميتة، هذا دائما ما سمعته هذه الرواية دائما تكرر. العمالة مؤخرا العمالة ما قلت لك عنها كانت 36,000 وعاد كيف تفسرون عن لا يفسروا لك شوف عندك الذي قال الصيد التقليدي عرف النشاط معتبر بطريقة زايزة غلط، لأن كانت عندنا عدد الزوارق 2010 6,079 هاي نقول لك الزوارق الناشطة أكتيف معناها أنها تحول. عدد الزوارق 2015 7,664 هذا مهم ولا مو مهم؟ هذا قطعا زيادة مهمة لأن خاصة اللي انعكاس للزيادة على الإنتاج اللي نلاحظه اللي في التناسب انت خاصة الكمية المنتوجة 2013 139,290,000 طن، الكمية المنتوجة 2014 191,280 طن، الكمية المنتوجة 2015 الشهر التسعة الأولي من 2015 145,364 أنا عن هذا زيادة معتبرة زيادة ومنتظمة إنكرب كرواسان أنا عن هذا يعتبر، وهذا بفضل فعلا اكثريته بفضل النمو المعتبر لخلل الذي قال له قطاع الصيد التقليدي، لكنه ما زال عنده بعض المشاكل طبعا. مشاكل علم الصيد التقليدي من دون اللي جماعه قلت لكم ما زال 90% إلى 95% من العدد قلت لكم مستهدف الذي قالوا الاخطبوط ولا يستهدف شوخر، معنى عنه تو العاد الاخطبوط ما هو خالق الناس توقف. شنو الحل في الاطار؟ حملات تحسيسيه من قبل الوزاره؟ فم 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 يعود لعده اسباب. يعود على الاسباب على الصيد الاخر يتطلب بعض من الامكانيات وبعض من 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 من, من الوقت في البحر. وهذا هو اللي لاحظ عن بعض الدراسات ولاحظ عن اليه الانتاج من نفسها انها تعود حاجز التوجه غالبية الموريتاني لهذا الانتاج. حاجز معناها شنو؟ معناها عنها آلة ما فيها شروط السلامة الوافية من جهة ولا فيها من شروط الراحة التامة لأن ما يقدر حد يستخلف فيها. وفي هذه الإطار وانطلاقا من التشخيص هو اللي أعلن رئيس الجمهورية برنامج إنشاء 100 وحدة من أجل الصيد التقليدي، 100 باخرة صغيرة للصيد التقليدي، وهي اللي الحمد لله وعدلت لها ورشة على مستوى نواريبو وفات انتجت منها 15 باخرة و15 10 منها اليوم تشتغل عند قباطين موريتانيين. وشيئا فشيئا الأسطول لاهي يتجدد اللي هو الأسطول التقليدي الصيد التقليدي يتجدد الداش تعود هماتياها القدرة للموريتانيين اللي ما هم أصلا أخصائيين فيه وعندهم ذاك الحاجز النفسي والحاجز الثقافي على البحر أنه يوفى عنهم.
وهذه رواية مهمة ولاهي فعلا تعطي قفزة نوعية وتوجه أكثر للموريتانيين أنهم يعودوا ما يشتغلوا لا بطريقة موسمية من أجل الأخطبوط، يقدر يعود واحد يشتغل مازال الأخطبوط خالي ونعود الأخطبوط ما هو خارج يوجه سفينته لشيء آخر. دائما آلية الإنتاج دائما هذا فيما يخص الصيد التقليدي ولا ينركز عليه أساسا. فيما يخص الصيد الصناعي فعلا على الفم على الصيد الصناعي فعلا على انه في اسطول قديم اسطول وطني واسطول الوطني للصيد الصناعي قديم شو ساهي عود قديم وشو ساهي الدولة ما عادت جددته لابد ان نفهمه. الدولة الصيد الصناعي يستهدف الرنقاء والاخطبوط، والاخطبوط ثروة وطنية استراتيجية قاطنة أنا عنها تجدد محليا وتم إفراط في إنتاجها بحيث أن عادت مستقلة أكثر من اللازم ب 30%، و 98 قررت الدولة على أنها ما تعطي رخص جديدة، والرخص اللي وفات ما تجددها، ومفهوم على أن الرخصة اللي كانت تعطى عبارة عن أن نعطى للرقاش رخصة معناها أن نعطى له حق اقتناء باخرة، ما معطي له حق قبيض الحوت حق اقتناء باخرة يعني يقبل منه ذاك اللي بقى، وهذا أدى إلى إفراط في استقلال الثروة وأدى إلى قرار الدولة. وندور رجعوا إن شاء الله في أخبار الاستراتيجية الجديدة اللي تفتح آفاق جديدة تمام. اللي هو اسمه غير وضعيته ذهية تمام. بالنسبة لآليات الإنتاج دائما تحدث عن المصانع التبريد والحفظ الى اخره وتثمين المنتوج، قال على منتوجنا يمشي مثلا فعلا احنا اللي كان على جميع اسطوننا اللي المصانع اللي كانت متواجده عندنا فعلا كانت مصانع قليله واللي نسبة التثمين فيها ضعيفة بحيث أنها أكثر التثمينها ينحصر على التجميد، وبالتالي المنتوج ينباع حكما خام مجمد خام، وعلما مليء عن المنتوج اللي يفرق على الشواطئ الموريتانية نسبته قليلة بأن سفننا تستهدف أساسا الإنقال الأخطبوط اللي يمثل تقريبا 26 إلى 30 ألف طن سنويا من مخزون قابل للاستخراج 1,800,000 طن، وهذا فعلا عنده انعكاس لماذا؟ لان الكميه اللي تستخرج الاسطون الوطنيه قليله، وثانيا الفترات اللي تستخرج فيها ما هي دائمه كل السنه، لانه هو لابد تنعطى له راحه من اجل التكاثر ومن اجل النمو، وهذا حد فعلا من طاقتنا التخزينيه والتجميدية والتبريدية على المستوى والطاقم اللي تذمنها. يقير بعد فضل السياسة اللي تبعد أعلن عدد مصانع التثمين كانت 2010 59 وارتفعت 2015 إلى 110 حكما ودوبلت، ذا ما هو كافي، نحن عارف عنه ما هو كافي، وأنا كوزير الصيد فرض علي سنة 2014 أعلني نقفل البحر لعله الاخطبوط اللي يجي يدهور سعره، وذاك انعكاس سلبي على 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 قيمته التجاريه على المستوى الدولي. وندور نتكلم عنه في اطار الاستراتيجيه شنو هي الافاق اللي متبعه لهذا، وعلى اكثريه هذا المصانع انها متواجده حكما في نقطتين واذيب والقليل منها على مستوى نواقشوط. إذا هذا بالنسبة للمصانع، لهنا نبدأ في طرح القضايا المتعلقة بالمواطنين. لهنا قبلوا قضايا طارحين مالينجاكو النقطة 144 اللي تحدثتوا عنها، ولكن قبل ذلك كنا نتحدث عن دائما في إطار الصيد التقليدي، إطار إذا إذا كان العنصر جاهز في النجاكو.
إذا كان العنصر جاهز نتابع. بروبليم جاغو على توف تروا بروبليم طريق وفريكو وكوران توف وغلاف. اذا فيه قد عرق الفنية شامة. نعود الى 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 العنصر ان كان كل اذا كان العنصر جاهز نعود اليه. قلت بان تحدثنا عن 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 حديث المواطنين على مستوى المواليب وعن الصيد انتهى الى اخره، وكنت بذلك تحدثت انتم عن خوف ولا تخوش من قض سعر الاخطبوط. انتم تعرفوا ذلك سعره المواليب بذلك السعر الايام الايام النهار الاول على مستوى المواليب انباع الكيل ب 1400 كم؟ 1400 وعقب طلع الى 1800 1800 هذا في المواليب. لمستوى نواكشوط انباع على الشاطئ تقريبا بين 800 الى 1000 وعقب زاد قالوا لنا 700 على كل حال ما حيش بالزاد. هذه معطيات دقيقه وهذا ما تراوب على انه شوي لا في البدايه دائما كيف هو يمشي مال السعر. السعر احنا الحمد لله في نظام السوق تماما، معناها انه مشكله عرض وطلب، وهو تقاطع السعر المنطقي تقاطع بين لا كل الاوفر ولا كل دل الادمان. اذا مقابله مجموعه انجاك وين كانت جائزه؟ خارجين مسائل هنا تي نحن نختار نطرحهم على على السيد الوزير. كيف كيف الطريق هي الاولى، كيف توفير كلاص وفير ايسانس هنا تي هو اثقل شيء نجبره هنا في المنطقه اللي احنا فيه. المشاكل اللي عندنا من ساعه ان بدانا ذا الصيد التقليدي هنا من 20 سنه من مارس ما قطرينا له عونس. وهو شنو قرار توقيف تصدير سنه 2008 وتلبو ذا القرار المبارك مع حركات اللي وعد الحاله. هذا من القرارات الاثنين قاطعين قاضين على الصيد التقليدي تماما. نحن هون نعاني من قلت تفريق، نختاروا موانئ اللي تبون نفرغوا فيها المواد اللي نجيبوا، والثاني مع ذلك ذلك الذين قالوا التسعيره نختاروا تعود تسعيره مثبته. انا راجي من الوزير انه يعطينا عنايه خاصه وبول بشوف الافتتاح اللي خلق فيه، شوفوا الاسعار بين ايش رايك ما تقدر تشري، ايش رايك تمول تمول السماكين وتمول الصيادين وتمول الناس اللي تمول الصيادين. اليوم ما تقدر تمول حد، والحوت ما تقدر تشري. اذا كانت هذه بالنسبه للنقطه 144 مجموعه من القضايا. اهل جاكو يبدو انهم طرحوا اساسا قضيه الكهرباء الى اخره. ظاهر من الطرح اللي طرحوه اهل جاكو عند الخلاصه جيده بالنسبه للنقاط اللي تفرغ يفرق فيها اليوم المنتوج الموريتاني. طرحوا ثلاث مسائل قال عنها انا قاعد لو فهمت انا بعد كان عندهم مشكله الطريق ومشكله الماء ومشكله كره ولا كلاص. وهذا فعلا مشكله مطروحه لجميع نقاط التفريق اللي ما فيها موانئ، فيها اللي نقاط تفريق هكذا. وتفريق ملي لا للصيد التقليدي بان الصيد الاخر ما يقدر يفرق فيها بعدم وجود موانئ. وهذا فعلا ما عنده حل سابق الموانئ. عنده حل، عنده حل لانه على مستوى بعض من النقاط اشكاليه الماء حكما تقريبا انحلت على مستوى القويشيش. على مستوى النقاط الاخرى مازالت اشكاليه الماء مطروحه، مازال الامداد يخلق الله بالصهاريج اللي هم هذا لي ستر. ومشكلة كلاص اللي مطروحه به اللي مرتبطه مع مشكلة الكهرباء. غير اختار ملي مبشرهم وهذه المناطق هذه القرى الشاطئيه اعلن اعلن وزارة البترول والطاقة والمعادن اللي هي متخصصة بالطاقة لأنها عدت إعلان مناقصة مؤخرا من أجل كهرباء أخمس قرى على مستوى الشاطئ. ما نعرف لا يحضروا فيها لا يحضروا فيها نقاط التفريق من دون النقاط الكبيرة. جاكو ويقعدوا ما يحضر فيها به اللي عنده برنامج أوسع من ذاك
اللي تكلم عنه رئيس الجمهورية فيما يخص الميناء، ميناء لا يعدل المستوى الجنوب، اللي هو ميناء في الأعماق معتبر وله يغير واجهتك المنطقة بصفة عامة، سواء على مستوى الصيد ولا على مستوى الاقتصاد الآخر. هذا هم النقاط اللي تكلموا عنهم الإخوة. وخالق أخص الأخير تكلم على ما فهمت قاع اللي هو قال عنهم ما تلاقوا قد عدلوا. أنا قاعد نختار وبيد يقول لي لماذا اللي عدلهم شنو. خالق نقطة مهمة تكلم عنها واحد الأخ اللي هو قرار توقيف التصدير الأسماك الطازجة هذا اللي نقوله فري، وفعلا قبل قرار 2008 وذاك القرار يعود على السلطات العمومية أرى شافت على السوق الوطني أنه كان تموينه ضعيف جدا، وبالتالي قبل قرار على أنه التصدير يعود دائما بموافقة من الوزارة. وفعلا هذا في 2008 كخارج، ومازال ذاك القرار ناتج غير مفعول على المستوى التطبيقي. تم لا يتقلص شيئا فشيئا، لان بتواجد الشركه الوطنيه لتوزيع الاسماك اللي عادت كانها منظم ان ريجيلاتر دلوفر عرض السمك على السوق، ذاك القرار حكما ولو اذا كان خال الوزاره بعد ما قد جاء حد ما اعطاته ذاك الموافقه على التصدير اللي هو فعلا القرار من نفسه ما التقى يقر تطبيقيا حكما تم مرونه ما هي مرونه ما قط جانا حد يدور شهاده والله موافقه على التصدير ما وقعناها في نفس النهار. لا هي المرونه لا ينتابع زياده على المرونه لا ينتابع بعض القضايا. والاخير والله ذاك السابق عندي نطرح قضيه ما تحدثت عنها، قضيه نوعيه اليد العامله الموريتانيه. قال لهم يرجعوا اليد العامله أجنبية، نرى كان فهم تفكير برنامج تكويني اليد عاملة في هذا المجال اللي تحدثتوا عن الآفاق المستقبلية خلق بعض من التجارب من أجل التكوين الموريتانيين باش يتوجهوا للصيد. وللأسف هذه التجارب كاملة نجاحها ما كان نسبة نجاحها كانت ضئيلة. وفي هذا الإطار ولين خلق التشخيص خلق عن التكوين اللي كان يخلق أنه ما قد ذاك الحاجز النفسي بين الموريتاني والبحار ما قد يحوزه. وفي هذا الإطار ومن أجل أن يعود عندنا تكوين متكامل من عند الصيد التقليدي إلى الصيد الصناعي، هو اللي خلق إنشاء للأكاديمية البحرية اللي خلقت واللي دمجت جميع أنواع التكوين على مستواها، سواء تكوين بحارة التقليديين، سواء تكوين البحاره اللي على المستوى الصيد الصناعي، او تكوين القباطنه اللي هما الذين قالوا الضباط البحريه التجاريه، او تكوين هما الفنيين من اجل التثمين والله من اجل ايجاد يد عامله متخصصه للمصانع الموجوده. ونرى حسب اللي فتنا شفنا من انتاجها لاحظنا على المنتوج اللي هي مرق منها اللي هو الموريتاني المكون منها اللي فتنا شفنا منه الحمد لله عنده قدرة عالية للصيد، وذاك الحاجز النفسي اللي مات لعنده اللي شفنا الفرق الدفعة الأولى منها اللي قيد انها لا يتمرق مؤخرا، لاحظنا بعض على مستوى مسارها التكويني فيها مرحلة اللي نقالها الاستاج التدريبية لاحظنا فيها، وانهم اللي جبروا هم اللي انعكاسوا مباشرة على مستواهم. هذا بدروا عدوا لا مهني كامل علموا به على انهم شباب ذاك الحاجز النفسي وتخطى وعنده مهنية ومتوجه لهذا، وراجين انه شيئا فشيئا ان ذيك الاكاديمية البحرية واللي بعد اللي فات منها مهم ومعتبر على انها الدور تقضي السوق الوطني من يد عاملة متخصصة وملي فاعلة حقيقة في القطاع. هذه مجموعة من دفعة المدرسة الوطنية للتعليم البحري الدفعة الأخيرة عندنا العام الدراسي 2013-2014.
قال عن مجموعة من التقنيين تمثل آخر دفعة تكونت في المدرسة الوطنية للتعليم قبل تحويلها إلى أكاديمية بحرية. قالوا عن بعد حصولهم على إفادات نجاح وقضاء فترة التطبيق المتمثلة في عام بعد تاريخ التخرج البواخر العاملة بالصيد كذا 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 سحب ثم الإجراء الترتيبات اللازمة ذلك الحصول على سجلات البحث، لكن لم نتمكن من ذلك بعذر أن إدارة الأكاديمية البحرية لا يخول القانون إصدار شهاداتنا نظرا لنقص مرسوم قانوني حسب تعبير القائمين عليها. شكاية مقدمة إلى معالي وزير الصيد والاقتصاد. الشكاية قاعد جي يقعوا على البلاتو حتى نكون أمناء حتى نكون أمناء. هاي قضية قضية طرحها مجموعة قنوات تفضل. لا لا مية على كل حال ما هي شكاية بذاك المعنى، ما هي شكاية. أنا ما قط وصلتني تولم إلى حتى نستخدم لا ماني أنا عباراتي ما هي أنا قابلها تولم إلى معالي الوزير وليلة طيب أنا قابلها. لا لا أقول لكم عن ما قط لحقتنا قضية في هذا إشكالية الشهادات أو شيء ما قط لحقتنا على المستوى تمام راي وصلتكم معي الوزير ما قط لحقتنا لا عن طريق إدارة الأكاديمية ولا عن طريق لا عن طريق الإدارة البحرية التجارية على مستوى الوزارة ولا عن طريق المجموعة والدور إن شاء الله تنقبض بعين الاعتبار ولا أهل يمرين أن الله يعود إشكالية. شكرا احنا قاعد بقيتنا فيهم احنا خاصين الناس المتكلمين بقيتنا فيهم والبواخر هو لا يتجو إذن النقطة 93 على ما أعتقد نقطة من عدة مشاكل واحدة منهم بعد هنا على مستوانا في البلاد يخصنا الماء ما هو خالف وتخصنا الطريق ما هو طريق وتخصنا نقطة صحية مالي إلى اللي نعطب منه حد والله قابلت الحمى لا بد أن يرد في تشورتي قنت وهذا في الحقيقة مكلف لنا وصعب علينا. Nous avons un ministre de la Nous avons un problème de santé, un problème de l'eau, un problème de courant. Si nous voyons un problème, nous avons un problème de l'eau, de santé, ak lissage sunu gal. مجموعة من القضايا فيما متطلبات الحياة الضرورية صحيح 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 نختار نقول للمواطنين بصفة عامة اعلن شاطئنا الحمد لله طويل 700 كيف قلت 20 كيلومتر ولاد قد وكل بليدة من خصوصيات زوارقنا التقليدية انها تقد تبيتشي تقد تجيل اي بليدة تفرغ فيها هذا من مرونتها. وهذا فيما يخص نقطة نجاكو طرحوا مشكلة الماء وغلاس والصحة. الماء فعلا كان فيه نقص رغم ان الموجود خزان معدل المهومة بين تيقند والقويشيش ومربوط بشبكة حتى القويشيش يقال خص الماء لان مدينة تيقند الحمد لله هي مدينة توسعت وعادت الكمية المنتوجة انها تقعد ما تكفي السكان ولا تكفي الاستمراريه ما هي خارجه وقبل قرار يبان زياره رئيس الجمهوريه مؤخرا لترازو وخطو على القويشيش اعلن يكثر من الابار الالتمازيه اللي موجوده باش اللي قالوا عرض المياه يعود اكثر من الطلب وقيد بين معاي يخلق عرض الطلب هما عندهم يوميا كميه محصلهم تجيهم اللي اما عن طريق الصهاريش إما عن طريق الأنبوب اللي مدروب وعلى كل حال مشكلة بالنسبة لنا احنا على مستوى الوزارة نعتبر انها محلولة لأنها ذات نعطاه فيها التعليمات وقيد التنفيذ ومشكلة مطروحة لمنطقة تيقند وهم اللي نفس الشيء. فيما يخص النقطة 93 فعلا هي نقطة أولا وعيرة نفس من قد يوصلها صهاريج ما هي كيف تبلواخ ولا هي كيف تيولين ان النقطة وعيرة من نفسها وفعلا الإشكالية ولا يقدر الأمور ينحلوا ما هو بإيجاد بنية تحتية ذكية ولا هي تعود سلطان لأماكن التفريق العشوائية اللي متواجدة على الشاطئ كلها وتعود ذيك الموانئ أم اللي لا يتعود مزودة بجميع الخدمات الأساسية والبنية التحتية الأساسية وهي اللي يتمكن من حل الإشكالية. هي فما نقاط تفريق ما هي كعم هو ما عندك تقريبا عندي عنها 17 نقطة تفريق
على على معروفه والله فمن قطر معروفه محدد بان السيركيلار الوزير الصيد وحد فرق شي ما هذيك النقطه اللي قلتوا عن الفوارق يقدوا ما مشكله نختاروا من لا يفرقوا فهم ما هو لاسباب بعد الماء لاسباب ان نختاروا العود ذوك النقاط اللي فيهم مركز عليهم لانه ما كنا احنا نعود عندنا تواجد اداري تواجد امني على مستوى تواجد اداري من اجل المعطيات الاحصائيه طالبوا بقضيه الصحه تواجد امني وقضيه الصحه على مستوى القويشيش محلوله ما هي مطروحه مطروحه فعلا على مشكله 93 ايه 93 انا نتكلم عنها 93 اول نقطه تفريق صغيره ولا هي دائما هي قال لك 93 معناها على 93 من نواكشوط معناها عنها بين اللي قال له 28 من 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 من, من, من بيكا 28 اللي يقولوا ودون الى اللي قويشيش هذه النقاط وعدت فعلا اولا ما هي ما فيها الشغله دائما ما هي كيف نقاط اخرى نقدروا نوزعوهم على فهم نقاط تخرج فيهم الشغله بطريقه ما هي مستمره وفهم نقاط اخرى تخرج فيهم بطريقه مستمره وفيهم السكان اللي قويشيش فيه السكان 96 هي 93 ونص 90 السكان فيها ما 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 فما لا يجوا ويجوا لفتره ويمشوا. اذا نواصلوا نكملوا عن الشريط النقطه 28 Nous te demandons d'abord la sécurité en mer parce que vraiment on constate que vraiment dans ces derniers moments il y a du banditisme qui augmente à la plage. Parce que c'est la pêche artisanale que les Mauritaniens s'y trouvent leur compte. Que le Mauritanien pauvre trouve son compte, que le Mauritanien moyen trouve son compte, que le Mauritanien qui veut évoluer trouve son compte. Nos relations avec nos usines, il faut voir vraiment extérieurement comment on peut améliorer. Par rapport au Mouka, le PK 28, la zone industrielle. Vraiment, on sent qu'il n'y a aucune infrastructure, ni en eau, ni en... إذا هذا النقطة 28 طرح مجموعة من القضايا فيها الأمن على الشاطئ هذا اللي يتكلم راجل قال له عبد الكريم واحد من النواكشوط يقال فعلا منتوجو يبيعوا له البيكا له النقطة 28 طرح مشاكل طرح مشكلة على كليان المشكلة التالية اللي طرحها بعد ما فهمتها لا يعني يفسرها هو 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 ينتج الأسماك السطحية ويشتغل على مستوى النواكشوط وشي من منتوج يبيعه للسوق المحلي في نواكشوط وما بقى من منتوج يبيعه للمصانع اللي متواجده في بيكا 28 جنوب نواكشوط. طرح مشكلتين، مشكله الامن على مستوى نواكشوط الشاطئ وطرح مشكله على الشركاء اللي على مستوى بيكا 28 انهم ما عندهم من الخدمات الاساسيه ما عندهم منشي، ما عندهم كهرباء قال ولا عندهم مياه. وهذا احنا موافقين فيه ولا يجاوب فيما يخص الامن على مستوى الشاطئ على مستوى سوق السمك فعلا كانت فهم اشكاليه امنيه معتبره وله من الاسباب اللي ادت 2014 بدا نهايه 2014 الى اعاده هيكله سوق السمك اعاده هيكلته من اجل انه يعود بعد كاع عنده حوزه جغرافيه معروفه لانه سوق السمك اليوم حد يقول انه ماشي من حكم الشاطئ نواكشوط كاملين قال له سوق السمك وقد يدخلوا حد من كل جهه. اعاده الهيكله على مستوى نصوصه القانونيه لانه عاد عنده كيف قلنا قبيل انه عاد مؤسسه وطنيه ذات طابع تجاري وصناعي. عاد اللي عنده حوزه جغرافيه هو المسؤول عنها بهو ينقال سوق السمك وهو ما كان مسؤول ما هو عن بنايته هو بنفسه. المجال العمومي الاخر كان ما كان عنده مسؤول وفي اعاده الهيكله عاد عنده مسؤوليه على المنطقه اللي واقعه جنوب اللي قال له فندق صباح الى المنطقه اللي شمال فندق الاحمدي هاي المنطقه كامله عاد تابعه للسوق السمك وبالتالي عاد مسؤول عمومي عن هذه المنطقه المجال العمومي عاد مسؤول عنه سوق السمك كمؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي وفي عادة الهيكلة لا يستفاد إن شاء الله من بنية تحتية معتبرة في إطار المشروع اللي على مستوى الوزارة
اللي نحصل عليه بداية السنة عن طريق البنك الدولي 20 مليون دولار كهيبة الوطن من سوق السمك من المستفيدين منها. أولا لا يعود يعدل بعد إعادة هيكل البنية التحتية من طرق من مياه من صرف صحي. والنقطة الأساسية اللي هي اللي نعود عليها في مجد الأمن أنه لا يدار عليه حائط من نفسه ولا هو يعود مفتوح ولا يعود على المنطقة كاملة ما بين الفندقين على المنطقة كاملة لا يندار حائط والله على المنطقة إتل اللي هي فيها تواجد مستخدمة لا يندار عليها حائط ويعود الدخول له والخروج لها حسب إجراءات أمنية متبعة بين معي خلق ذاك شو عدل وعدل عن الطوارق انفتحوا كامل الطرق اللي موجودة فيه انفتحوا كامل وعدل عن متواجدة فهم فرقة من الشرطة الوطنية ريثما بطلب من الوزارة أن تعودها ما تياها مفوضية دائمة على المستوى المنطقة لأن المنطقة فيها تقريبا 13,000 ساكنة يوميا ويوميا ترتادوا 13,000 رقاق تقريبا الحجم اللي يعود فيه يوميا لا هي الحاجة عجيبة فيها الناس اللي جاية تشري فيها الناس اللي جاية تخاطر وفيها العمال من فسا يقير بعد فهم النقطة نقطة الشرطة اللي فهم وتقوم بدوريات من فسا ومن المرات والله قاع الأكثرية يجيهم مولي دعم دائما من خفر السواحل الموريتاني اللي تواجد فهم في إطار تفتيشات يقوم بهم ذا ما معناه عن كنا في وضعية فعلا ما خارقة للعادة وضعية الأمنية كانت على مستوى سوق السمك كانت خارقة للعادة به اللي هم هذو الزوارق ما يدخلوا من كل جهة ويقدوا جمل من كل جهة وبالتالي كان لازم أن يخلق فهم ضبط أمني وهو المتوجهين له في ذلك الإطار ريثما إن شاء الله في القريب العاجل نتعود في مفاوضية خاصة بسوق السمك إن شاء الله من تحول شر السماكة في نواكشوط ربما عندهم قدر من القضايا يطرحوا عندي مشاكل في هذا البحر نعانوا نحن من البحر نعانوا منها أول ما قام يقول شيء هذا الشيء قالوا أشباك العصب رايح معرمي البحر ما هون ما في رقابة البحر ما في رقابة ما هون حد مراقب عليه اللي تطلعنا احنا المحل البحر راقبوا لي يقدروا يراقبوا لي وهذا البحر اللي هنا تيالي نقول لك انا مراقب لي نقول على ما يخالق اللي عانوا من ورك الحواته وقايلوا الوزير عدم الامن نقل البحر من البواخر لان والنامس هذه مقتول هنا اهل هذا هم زاروا باخر حال ماتوا صبروا باخر طيحتهم في الماء دقت زوراقهم اللي كانوا عندهم مروا ماتريالهم وقبضتهم ودارتهم في الباخره ما فاتوا صبروا لحال الاهل وهنا السابق ذاك موت هذه ذو البواخر يلا نعرف لهم المواطن يلا تؤمن كلها عنده زورق ضعيف شاري به 3 متر وماكينه ب 5 متر ماشي في البحر يطلب برزاق وعايش في ياسر من الخر يلا يؤمن قال لك منيستر بيش اك مبولم غوفرنمان بي ناني تاخاو تي لولو باسكو كين كو تي نيك ام غا ريسبونسابيلتي بور ني واخ تي ناكشور مو ام بور ديبركاسيون بواسو نون لي لا نيو نيان باسكو باي ناي نجاغو نييو في amuñu por ci ndiago ñew na nok shot amuñu fi por wax dig yalla li metti te mauritani tay pêcheur mu ngi fu nek مجموعه من القضايا في مقدمه هذاك الصراع القديم الازلي ما بين بواخر الكبارات و صراع حقيقي حقيقي ومؤسف المنمي والفلاح مؤسف ما هو ما هو هو, هو اثقل هو من ذاك مؤسف مزعج في نفس الوقت ويعود للاسباب اللي نقول لكم الصيد التقليدي يستخدم هذه الزوار والباخره اليوم لا كيف الطائره ما فيها رقاج واقف عليهم فوق يخرص كان جيش فيه ان رادار هو اللي نعت لجميع اللي زوبستاكل جميع الحواجز والله اللي يتحرك بجانبها وللأسف الرادار ما يشوف الزورق لأنه ما عنده هو من نفسه ما عنده رادار باش يعود يشاف اللي هو الزورق ولا عنده مالي آلية تعدل لا ريفليكسيون من السينيال اللي يمشي الزورق وهذا هو اللي ينتجوا عنه دائما هذا خاص بزوارق نحن بزوارق نحن زوارق نحن
لان المشكله عندنا مطروحه الان ما قد علمت بها في العالم، مشكله مطروحه عند موريتانيا دائما وازليه دائما باخره كبيره كانت لمده في زوراق كي لا له فهم لك لمان واضح واضح الجانب الفني ده هو هو الهدف عندي حل شنو؟ عنده حلين، اما تعود في منطقه جغرافيه حوزه جغرافيه خاصه بالزوارق ما تدخلها باخر اخرى محترمه من قبل الزوارق من قبل البواخر هذيك ما هي المشكله، البواخر محترمين، احنا عندنا منطقه خاصه بالزوارق ومحترمينها البواخر، المشكله عن الزوارق اليوم عندهم عند ما عندهم حد في المنطقه في القانون اللي كان السيد منطقتهم ما هي محدوده ويولي وساهم عياو يمشوا ويصيدوا في المناطق اللي تتواجد فيها البواخر وعاده الحوادث اللي تخلق على ذيك المنطقه اللي هي ليش عدت الدور من الحل؟ عندنا حلين، حل حالا وفي اطار الاستراتيجيه وفي اطار القوانين اللي تم المصادقه عليها مؤخرا لان حصرنا الصيد التقليدي في منطقه ما يمرقها وحد واعطيناه الحق انه يمرقها بشرط انه تعود عنده آلية تمكن منه موجود في البلاد الفلانية وتعود الباخرة تقدر تشوفه بشرط يعود عنده شي قال له ان ريفليكتر والله يعود ام اللي عنده رادار باش تعود الباخرة على علم منه حديناها ام اللي من مثل اخرى وهي لا يتخلق ان شاء الله 2016 لان هذو الزوارق ام اللي متباركين نعدل لهم احصاء شامل متباركين ام اللي نعدل لهم آلية تعريف وتحديد هويتهم ونديروا فيهم من احنا الاليات اللي تمكن من معرفه موقعهم الجغرافي ان جيو لوكاليزاسيون ها هما الاجراءين اللي يعدلوا من اجل هذا ونقول لك ان كمسؤولين قائمين على هذا القطاع ما حزن عندنا من شيء ولا ثقل عندنا من شيء على ان عياو يجونا هذو انباء عن الزورق الفلاني الخلق لوكها لا شك وانها روايه مؤلمه ومؤسفه والحلولها اللي 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 متاحه في الوقت الحالي هذه اللي قلنا والدار ان شاء الله تطبق. المواطن الاخر اطرح قضيه طالب ميناء تفريق في نواكشوط. ميناء التفريق في نواكشوط هو اللي تكلمنا عنه نعتبره عن على مستوى سوق السمك في نواكشوط لقربه من الساكنه بصفه عامه ما يقد يعود في ميناء تفريق على مستوى سوق السمك وهذا هو اللي وسانا قمنا بالدراسة على أن يعود ميناء تفريق على مستوى الكيلومتر 28 وقيد الدراسة ودراسته فات استكملت وراجين إن شاء الله كيف ما تم الاتفاق على الصفقة من أجل بناء الميناء فاقس الجنوب أن يتم ملي الصفقة خلال سنة 2016 على بناء ميناء الكيلومتر 28 اللي هو ليعود الميناء الصيد بالنسبه لمنطقه المغشور. تمام نتجاوز قليلا قبل ان لنكمل هذا ملف الصيد التقليدي ومشاكله وما له وما عليه. احنا سماكين واكشوط هم اللي تحدثوا قبل قليل سماكين واكشوط اظن صيادين باللواخ والامغار لا ادري المهم من يطرح المشاكل يتفضل. ونعانوا الشين قالوا السماكين هاو الموريتانيين عانوا من الشين قالوا قلت عنوا النظام في نقرة ذي المرسل ذي ما هو معدل لها اي نظام ولا هو معدل لها شيء الكارت اللي قالها كارت مريار ما هو معدل لها شيء ولا يعطيها العناية وطالبين الوزير عن يطول عمره يجي يعطي لي الكارت يعدل الحيلة تطبق بها كان نحن نقدو نجور نعوش به اليومية القوت اليوم ما موجود منها هذا الصنعان وما هو من قدر للجانب الناس تقول للجانب ما انا متكلمين على الجانب متكلمين عن الموريتاني اليوم الموريتانيين معانا في زرنا واحده ما مقاطعين مريارات ولا مقاطعين شيء ومنافسينا في نفس الوقت في الصيف اللي ما قد الدوله تجي والله الوزير يجي ويديرنا في ظروف تعود الصالحه نقدر نعدلوا بها شغلتنا هذا المشروع الكبير اللي قال له بطاقه السماك نشكر الوزاره على انها محاوله لتفعيل هذه البطاقه ولكن التطبيق على الميدان تعتريه بعض الصعوبات الكبيره والعوائق الواضحه ñoñu wax ministre de pêche pour carte marière yi ñu yëkëti nañu jappalé ñu may ñu ndimbal parce que li ñu facturé dafa cher ñu jappalé ñu ñu mëna liggéey ñëpp mëna liggéey parce que ñëpp mëna ñu amando carte parce que tay su directeur bi amul problème président fédération amul problème
mais carte marière yi mo indi problème ci marché bi nanu jappalé ñu may ñu dimbal une قضيه الاسعار اللي متدهوره واللي برك حالا بدايه الافتتاح قامت ما هي مؤشر ما هو مريح لخطب وطرك فتبدا بالفوقيه على مستوى العاصمه معناها انه لا يعود على مستوى كوب مهات اللي خارج الواكشو لا ينحسب لهم ب 700 والله وهذا وهذا بالتالي لا يعود ما في ما تزاد المحروقات الاسعار ما هي على المستوى ونختار مولي الوزاره تدخل في ذيك القضيه. مجموعه من القضايا طرحناها الفئه اللي قالها سماكين اولا مع الوزير تشرحوا شوي للمشاهد الكريم صحيح معنى السماك ودوره شنو هو لماذا يوجد سماك؟ شفت هو 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 الصيد هذا في ثلاث مهن اساسيه فيه من الصياد انا قاعد يرتاد البحر ويجيب الحوت وفيه مهنه المصنع انا قاعد عنده مصنع يعالج فيه السمك يعالجه الراس ويعالجه الناس كخدمه وفيه التجار نقول احنا بكلامنا التيفا الناس اللي تشري وتبيع ها هم اللي ينقال لهم السماكين وكم السماك هم السماكين وفم ثلاث فئات من السماكين فم السماك المجمع وفم السماك اللي المصدر وفم السماك اللي يشري ما بين المصدر والمجمع المجمع معناه انه يشري من عند هذا وعند هذا ولين يجمع كميه يبيعها لسماك اخر وذاك السماك يبيعها هو من نفسه يبيعها يصدرها والله يبيعها لمصدر اخر وهذه المهنه الدوله قبلت فيها قرار وفيها مقرر انها خاصه بالموريتانيين واول اجراء قبضته انا قبضته الوزاره هو تفعيل هذا القانون هذا المقرر الخارج وعدنا له حفل على مستوى سوق السمك وقبضنا جميع الوسائل انه يحرم على الاجانب ومحرم عليهم قانونيا وفعليا وعلى مستوى نقاط التفريق قبضنا آليات من أجل أن القانون يطبق آليات أولا ردعية من حد كرد يعدل مهنة السماكة ولا عنده فيها الحق أن منتوجه ينقبض منه وأنه هو مولي ينحال للعدالة قبضنا مولي على المستوى التنظيمي على مستوى نقاط التفريق لإجراءات من أجل أعلن المهنة من نفسها تعد مشاركة في الرقابة والتفتيش اللي يخلق من أجل السماكين هذا على مستوى نقطة هم نتكلموا على مستوى نقطة سوق السمك نختار نقول لكم على مستوى نقطة سوق السمك أعلن فم لجنة عليها مدير سوق السمك وفيها السماكين من نفسهم وتقوم بجولات يومية بحث عن السماكين اللي ما عندهم الحق في هاي الرواية سواء كانوا أجانب ولا كانوا موريتانيين به اللي باش يعود موريتانيا عنده الحق يعود في هذه المهنه عنده بطاقه مظالته يقطع تنعطى له على مستوى الوزاره وعقيها وحدين يقوموا من دون البطاقه ويوقفوا من المعلومات اللي عندنا علم كان في العلم على مستوى نواذيبه نقص في تطبيق القرار اللي ذا هو وفي الزياره اللي قمنا بها بدايه السنه تقريبا شهر مايو قامت الوزارة بحملة معتبرة حملة تحسيسية للناس السماكين والموريتانيين المتواجدين انهم يشاركوا مع الإدارة في حماية مهنتهم من نفسها وبالإشارة للناس اللي تخرق على القانون وحسب المعلومات اللي عندي اللي قائمة من الإدارة على مستوى المذيب انه تطبيقه جيد على مستوى سوق السمك يمكن نسمع تركات في البرنامج طالبين مطالبين صرامة أكثر وحسب اللي فهمت مولي من المتدخل أن الصرامة الأكثر ما تعني الأجانب غير تعني الموريتانيين اللي ما عندهم المتدخل الأول يبدو تشني شيء ما يعني مشكلة يقير وضح حق عنده يقير وضح في خطابه على انه ما عين على السماكين الاجانب ما هم الاجانب انحلت مشكلة على انهم عنده مشكلته انه فم موريتانيين انهم يمارسوا ذي المهنه بدون ان تعود عندهم بطاقه السماكين وهي فعلا ما عندهم الحق حد ما عنده بطاقه السماك ما عنده فيها الحق معني الاخ انا قاعد ما فهمت قبال الوصول لبطاقه السماك فما طلب عادي لا طلب عادي لا طلب عادي الرسوم يخلصوا عنها ما فهم قليل ذاك عندي عن تخلص عنها 20000 جنيه والله
36 شرالية المخرج أنا 36 مرة واحدة ومرة واحدة أنت يجددها والله هي ما تجدد هي مدة للحياة كل سنة سنوية تجدد سنوية يقال الإشكال يطرح هو نختار نبه على أنه وضح طريقة واضحة على أنه ما عين على ما فهم فهم سماكين أجانب وعلنهم لا سماكين لكن إجازة في حد ذاته هذا القال معترف بها وعلنهم لا سماكين موريتانيين ما قطعوا وإن شاء الله ذاك جزاه الله خير ندور إحنا ملي نتابعوها من أجل إن 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 الموريتانيين لين نقفل قضية صيد التقليدي بصيادين صيادي باللواخ ونوام غال وشيء عندنا اللي خلق له يغير الناس لا حكته بالقوة وإحنا القوة ما هي عندنا مكانات ما لهم لعب نريقعوهم وعندنا قويربات خسروهم ونتيشي واللي هي حياتنا واللي هو اللي عندنا من المشاكل ومنين ترى عندهم مشاكل ما يوفوا به أقبلاك يخلقوا ورشات في أخبار الصيد دائما يخلقوا التجمعات في أخبار الصيد في أخبار الصيد وحنا الصيادة ما قطوا أي طنادي طارقين الوزير خمسة أميال تلنا نعيشوا فيه واللي غير ذاك معينا فيه وتساعدنا في حالة الصيد التقليدي المراجل والفراشات اللي تفرشوا الحوت والسيول اللي يقسل الروس ويعدلهم والأماس اسمع مشكل عني نظر كان لا مسألة واحدة قدي تلمى وقدي تقلص وهوني يزن قلص وفيها دا شامبر واحد من لا شامبر خاصة دار عود الورك برسكين أنا والله ذا الوزير هاي القضايا اللي طرحوا اللي ناقشوه من منظورين المنظور الأول هاي المنطقة اللي إرث ثقافي كبير وانتم تحدثتوا بالبداية البرنامج عنهم من أول الناس كانوا عندهم هاي العادات وذيك ما أنت حفوا لدارين موريتانيين بينهم على البحر وقضيتهم معنهم من الحياة اللي على البحر شنو هو شنو معدل الوزارة من أجل أنهم يتموا دائما يبقوا مهنتهم هذه اللي بالحقيقة تخليهم عنها ربما يضر لا ما هو قاعد لا اقتصاديا حتى ثقافيا والله يقدعوا ثغرة في البنية الثقافية والمنظومة الثقافية الموريتانية إن تخلى إمراجا عن الصيد في هذه المنطقة شنو مش معدلهم التشجيع على الناحية وبعد تجاوبوا على 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 السيل اللي طرحوا الخلطة إشراكهم ثم قضية التخزين اللي عندهم شكرا كيف قلت في البداية احنا عندنا مجموعتين هم اللي تقليديا ثقافيا كانوا يمارسوا الصيد هاي المجموعة الجنوبية دي فنجاقو ومجموعة إمراق مجموعة نجاقو كانوا يمارسوا الصيد فعلا التقليدي غير ملي يستهدفوا جميع المصايد ومن خلال مهنتهم عادت عندهم القدرة اللي اليوم خلقت فيهم تنمية معتبرة وجاء انعكاسة عليهم حياتهم اليومية نقول لك عن جميع اللي قالوا للسلم تورنات معناها جميع الصيد التقليدي اللي يستهدف الأسماك السطحية لمستوى نواكشوط يشتغلوا فيه الأهل النجاب هم اللي يغذوا السوق الوطني من الصيد ويغذوا ملي المصانع المتواجدة في الكيلومتر 28 وهذا عاد عليه انعكاس إيجابي بالنسبة لهم بقات مجموعة إمراق مجموعة إمراق اللي فيها نوعين فيها النوع اللي قاطن في ذلك قالوا حوض أرقين لباندرقين وفي هذا النوع اللي قاطن جنوب حوض أرقين اللي هو باللواخ والبسيدي للتيوية تقريبا وهذا كبقية الناس الأخرى ذم لمستهم شوية ثقافة مجتمعهم اللي داخل على أنهم يستهدفوا أساسا الأخطبوط واللي فعلا عنده قيمة تجارية معتبرة يقير الأزمنة اللي ما هي ذيكية ما لحقوا من التطوير اللي طوروا آلية إنتاجهم باش تعود تستهدف جميع
الاسماك اللي 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 متاحه لهم. هذا ما يخص دون والدوله مع نقول انها معاونة. الدوله عاونت في انشاء مراكز لهم، مراكز تكوين على مستوى نقاط. احنا عندنا مركز تكوين على مستوى بلوخ معتبر، وعندنا والشأن مركز تكوين بحارة على مستوى بلوخ في المنطقة، وعندنا على مستوى بيكا فنتويت، وعندنا على مستوى القويشيش، وعندنا على مستوى 144. كثير تمويلها شوي مع الوزير نوفا. لا ينعدوه لا ينعدوه لا ذكر بيته لا ينوفوا اخبار اللي دون حوض ارقين على مستوى تيوليت، وعدلهم منشآت تعطيرية، وعدلهم اللي منشآت لمعالجة السمك معالجة أولية لين يحافظ عليه ويمشى. للأسف المنشآت رغم أنه عادته متهالكة الآن لعدم الصيانة لعدم بعض من الأمور اللي هي فيما يخص حوض أرقين. حوض أرقين كيف تعرفوا الهيبة من الدولة الموريتانية للعالم بصفة عامة، والساكنة اللي فيها عندها امتيازات ما هي عند مد أخرى، لأنه الحوض أرقين ما يقدر يصيد فيه ما هو الناس اللي منحدرين والسكان المحليين، وعدل فيه قدر من الإنجازات على مستوى نوامقار خاصة، لأن نوامقار فيه الطاقة وعدل ندار فيه مصنع للإنتاج الثلج من أجل معاونهم، انفكت العزلة عنه اللي لاحظته بس مؤخر. قال المتدخل يقول عنه متوقف، قال عنه متوقف جزئيا، قال عن واحدة صالحة وواحدة خاسرة، زر صالح وزر خاسر، مع هم فيها غرفتين من أجل إنتاج هو اسمه، واحدة صالحة وواحدة خاسرة، وهذا شيء عادي به اللي قد واحدة تخسر فيه، ومعدل أصلا قاع لا بولا ريدوندانس باش تمهم استمرارية الخدمة، لعله توقف واحدة تعود الأخرى صالحة، بينما تعدل الأخرى ورواية عادي معناها ما ما هي. واحد منهم تحدث عن إشراكهم في قضايا الكبرى للصيد على مستوى الوزارة. فعلا احنا قمنا بتعديل استراتيجية وطنية من 2014، ونختار نقول لهم عن الاستراتيجية الوطنية. جميع الورشات اللي عدلت فيها كان العمدة عمدة نوام قار كان متواجد كممثل للسكان على اسمه، وكان مملي عندهم جمعية ثقافية مسؤولها متواجد. وفي إطار القانون الجديد تم إنشاء مجلس استشاري وطني لاستصلاح المصايد بصفة عامة، ونختار نقول لهم عن المجلس أنه يتألف من 6 ممثلين عن القطاع الخاص و6 ممثلين عن القطاع العام اللي هي الإدارة المركزية، وممثلين عن المجموعات الهيئات الغير حكومية، وممثلين عن الباحثين العلميين، والممثلين اللي عن جمعيات غير حكومية ممثل هم عضو فيه. واضح. لأن تجاوزوا قضية الصيد التقليدي أظن أني لا عاد ما عندكم مثلا تعليق القطاع بالذات اللي هو الحيوي، نتجاوز مباشرة إلى عندي بعد نختار نقول عن الصيد التقليدي أنه أساسي ورافد للعمالة مهم ومعتبر معتبر لإنتاجه، لأنه اليوم اللي نخلص المنتوج الاستراتيجي اللي قلنا الأخطبوط 2 منه منتوجين عن طريق الصيد التقليدي، أنه يجب تنميته غير ملي، يجب أنه يا من مرحلة غير مصنفة إلى مرحلة أكثر تصنيف وأكثر تنظيم، وباش الدولة تقدر تعود عندها آلية تعود عارفة بها المشاكل المطروحة سواء على المستوى التكويني وسواء على المستوى آلية الإنتاج وسواء عن آليات التسويق. لا بد يصنف ولا بد يعود معروف ذا اللي فيه، والوزارة عاكفة على إن شاء الله إحصائيات اللي تقوم بهم إحصاء اللي تقوم به سواء للزوارق وسواء للعمالة ولا القباطن اللي تشتغل فيه 2016، ومطالب من المهنة بصفة عامة والفاعلين فيه انهم يعاونوا القطاع يعاونوا الاداره المركزيه من اجل النهوض بالقطاع اللي حقيقه اساسي والدوله متوجهه له لما له من انعكاسات على كيف قلت على العماله وعلى جوده الانتاج. تماما. بالنسبه للصيد الصناعي
قطاع صناعي من الصيد، لان بدؤوه هو الحقيقه حديث عنه السكان كيف اشار الي المخرج ان نتكلموا عن توزيع الاسماك على ما اعتقد، توزيع الاسماك حد نرجع شهر قطاع صيد. على كل حال المخرج هو الشيخ. على كل حال بالنسبه لقضيه قبل التوجيه لسكان كيف، قضيه عمليه توزيع الاسماك هذه وهي فيها جانبين، جانب اجتماعي وجانب تربوي شامة، لانه نريد ان يدخل المنتوج الى كل البيوت الموريتانيه. شنو هما النتائج تقييمكم اليوم كوزير صيد لهذه العمليه اللي بدات مالها ياسر؟ كنت قاعد نختار نقيمها بعد اللي عاد عندكم عليها عنصر كان مواطنين مقيمين، هي قرب علينا لا تختاروا نتابعوا لا ندخلوا لا نقيمها لكم. تفضل معنا. توزيع الاسماك هي اولا قرار سيادي اتخذه رئيس الجمهوريه على المنتوج الوطني اللي على الشاطئ واللي اكثر الكميه المستخرجه منه مستخرجينها اسطول اجنبي، ان الموريتانيين اللي في الداخل يعودوا يعرفوا ويستفادوا منه في اطار امنهم الغذائي. وفي هذا الاطار هو اللي وقرر سنه 2012 اعلنت عند فيم ايتاوا الناتشير قيميه من المنتوج اللي يستخرجوا جميع البواخر الاجنبيه. هذه الايتاوا تمثل 2% من انتاج كل باخره اجنبيه اشتغلت في موريتانيا. ونتشألوا مشروع من أجل إيصال هذا المنتوج للبيوت الموريتانية في الداخل، وذا المشروع عقب تطور ونتشأل منه شركة وطنية لتوزيع الأسماك. نختار نقول عندي الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك أنها قامت بعمل جبار معتبر مدة هذا الزمن الوجيز اللي فوتت. نختار نعطيكم ارقام باش يعود اوضح غير ملي اللي قاعد يقيموا قبال ولا المواطنين من نفسهم اللي يعرفوا مواطنين دائما. وهذه في الحقيقه لانه قفزه نوعيه معتبره، ان اليوم منتوج الوطني انه يتواجد في مبيكه الاحواش وانه يتواجد في بير مقرين وانه يتواجد في اقصى الجنوب الاخر، هذا عمل جبار ومهم. هذه الشركه الوطنيه عندها مخازن على مستوى جميع عواصم الولايات، فيه اللي حد ولا كنت انا نطرحه توه برانشه في بدايه كره هذا في البدايه، والمطلوب كانت يعني انهم يعودوا مخازن معتبره كيف اللي خلق على مستوى النعمه وعلى مستوى كيف وعلى مستوى تجيكجه واللي لا يخلق في القريب العاجل، القريب العاجل نقول الشهر على مستوى نواكشوط وعلى مستوى نواذيبو، وفي 2016 لا يخلق في جميع عواصم الولايات الاخرى. هاي الشركه بالنسبه ل اعلنها وزعت 2015 هذه 2015 5316 طن فات وزعت منها 31 طن توزيع كان عن طريق نقاط متحركة، ومنها 4000 إلى 5000 4923 إلى 5000 طن على أنه تمكن من يعني عندها مخزون استراتيجي المعالج وانخلقت فيها توزيع مجاني والله شبه مجاني ما ينهز 362 طن. تتمتع هذه الشركة بأسطول للنقل معتبر، وعلنها تهدف المسلتين كيف قلت في البداية. أولا تهدف أنها تعاون في الأمن الغذائي الوطني بإعطاء تواجد هؤلاء البروتيين على مستوى الداخل باسعار بسيط مبسطه جد مبسطه، لانه هو الكيد ينباع ب 50 تمام.
اللي هو نص تقريبا ان باقي دبع نص مبرايا نص مبرايا على انه الكميات اللي توزع كميات معتبره بالنسبه للكاخال، وفعلا هم ضغط متين واحنا مرتاحين لذاك الضغط، لان نحتسب عن الضغط انه اشاره لنجاح العمل اللي من نفسه. الناس طالب بها الناس تطالب بها على مستوى الداخل، وعلى مستوى الداخل اللي ما كان متوقع على المناطق الشرقيه النائيه نطالب بايجاد السمك والقيمه الكميه اللي موزعه انها ترتفع. واضح. لا نتابع راي سكان مدينه كيفه اللي من بين المدن اللي اشرتم اليه خليك فيهم شيء معتبر بالنسبه للشركه. ها الحوت زين، نحن جانا 2010 لو فينا 5 سنوات، ومن يوم جانا خالق روايه كانت في نحن اهل الشرق، اني نعود زمن الصيف نعود تعاب وفتاره، والحوت اللي جانا ما تنا نصيفوا، عندنا الصيف والشتاء الحمد لله والخريف ما عندنا مشكله، طبيعيين ناكلوا الحوت وزين. سمعت الحوت زين ومهمته ما كيف قاعشي، وطالبين منه زياده الكميه والتوسيعه لهذه الولايه اللي فاصله فيها، فاصله في الصيد وفاصله في هذا اللي ينقال له الحوت الدباء والتميشة والقديمه. شاكر الوزير على فرص العمل اللي ادى لنا، ونبقى نحن عمال نبقى زيايات الأموال. نحن ياس مش من الطائرات وانت قاعدات اطلعت على الامل، ولا زاد لنا ستات وعادوا يشتغلوا مع معيشينا عندنا. فهم تثمين المجهود من نفسه ومطالبة بزيادة النظر، كان فهم تفكير بفتح نقاط خاصة المدينة. نقاط التوزيع لا مانع انها تزاد، لأي ما دامت الكثافة معتبرة ما مانع فهم انها تزاد. نختار نقول عن الهدف من 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 هذه النقاط التوزيع هي فعلا تقريب هذا ادخال بعض هذا المنتوج في المنظومه الغذائيه الوطنيه، غير ملي، وهذا عن طريق نقاط البيع اللي متواجده في كافه التراب الوطني. غير ملي عنده اهميه قصوى، لان 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 الشركه الوطنيه عندها مخزون استراتيجي من اجل التصدي اللي قالوا للبريود السودير، استدي في حاله زمن رمضان تقريبا تعدل التوزيعات المجانيه، والله في حاله تخليق اختلال غذائي المنظومه الغذائيه في منطقه معينه من موريتانيا، ان هي عندها القدره انها تتدخل فيه في اسرع وقت. ودفتنا عدلنا على مرتين والله ثلاثه من طرف السلطات الاداريه والعموميه، يخليك تنبيه على ان قد يعود فما اتجاه نقص في المنظومه الغذائيه، وتتدخل الشركه وتعالج ذاك الخلل بالتوافق مع الادارات الجويه. واضح. لين تحولوا شر الصيد الصناعي. الصيد الصناعي لين نبدؤه بمقابله مع بعض المستثمرين في قطاع الصيد الصناعي. لا بريسيون فيسكال عنها متينة عاتة القطاع، عنها مش دوبلت عده مرات، ثلاث مرات والله لأننا نتوجه للدوبي للمرة الرابعة، ونختاروا على مستوى الوزارة إنشاء طريقة سيقة يقدر يخفف ذاك الضغط الجبائي على المنتج، ونختاروا مولي نوضحوا للسلطات مولي عن القطاع اللي قال له قطاع الصيد الوسع ما الحق نفس المستوى في الدول المشاوره اللي حنانك من قد خرق فرص العمل. السبب الوحيد بالنسبه لنا احنا كمنتجين هو وجود هذا الاكره اللي بين المنتج والمشتري اللي هي الاي اس ام سي بي. هذه المؤسسه اللي موجوده يسوى رقم نزاهته ورقم لا ترانسبارانس اللي معدله في معاملاتها مع المنتجين، ولكن المنتج هناك وسيط بينه مع المشتري
يقد كان يخول له عنه لعاد ذاك الإكرام ما موجود يخول له عنه يقد يجبر من عنده تمويلات. Comment vont être harmonisés tous ces efforts et toutes ces instructions et tous ces textes pour qu'ils ne soient pas un frein au développement du secteur de la pêche, c'est-à-dire la zone franche, la SMCP, le ministère de pêche, les différents intervenants qui sont quand même un peu nombreux. Il y en a au moins, il y a au moins 7-8 institutions qui interviennent dans chaque opération de pêche. Comment harmoniser tout ça ou simplifier tout ça pour que le secteur soit compétitif? Parce que ce secteur, il est en compétition, pas au niveau national, mais au niveau international, avec d'autres intervenants qui viennent de toutes les parts du monde, dans un marché où il n'y a pas de pitié, qui est ouvert à tout le monde, où que le meilleur doit gagner. Celui qui a le plus de facilité, le plus compétitif, le plus pertinent, peut avoir sa place. مجموعة من القضايا هذا بعد القطاع معي الوزير موافقين معي بالنهل اليوم شاكي ويقولوا على انه مقدر من الامور من بينهم اللي تحدث عنه المتدخل الاول اللي هو الضغط الضريبي البرسيون فيسكال وأثار هو قضية الحقيقة قضية الـ ISMCP وجل الأخ النامي وقال بأنها ما هي قاعة ISMCP وحدها أنهم لقيت شيء مكثر لهم من, من 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 الناس اللي عندهم بهم صيلة جنحة عدو ياسري مجموعة من القضايا مع الوزير وضعية هذا القطاع الحيوي الهام. فعلا قطاع الصيد الصناعي قطاع مهم وحيوي. الاخوه هون تكلموا عن المنظومه الجبائيه بصفه عامه اللي ندخلوا فيها نفسروها ويتكلموا عن الوسير مسار باط التجاري المسار التجاري اللي هو تحدثوا عن نقطه منه معينه تحدثوا عن نقطه اللي نتكلموا عنها ندور ان شاء الله وندير لكم نقاط على واضح وتكلم الاخ الاخير عن تعدد المنظومة الجبائية بصفة عامة تعدد عن المنطقة الحرة وفم مؤسسات أخرى وفم وزارة الصيد وفم وزارة بسمو ذي نوضحوا لهم كامل إن شاء الله. فيما يخص المنظومة الجبائية نختار نقول عن قطاع الصيد أنه كان على المنظومة الجبائية اللي عنده عندي هون للتسعيرة كان واساسا اللي يتكلموا عن المنظومه الجبائيه اللي تخص الاخطب. المنظومه الجبائيه فيها عده انواع لابد بعد قاع نتفاهم على المصطلحات. في هذا اللي قالوا الايتاوا. الايتاوا معناها شنو؟ معناها اني انا نعطوك منتوش ومقابله تعطيني قيمه له. في هذا اللي قالوا الضريبه. والضريبه معناها عن الدوله يدي على رقاش ضريبه مقابل خدمة الدهان. وفيه المنظومة الجبائية الأخرى اللي هي اللي قالوا ليمبو اللي هي رواية سيادية للدولة هي اللي تشتغل بها. نختار نقول عن اللي فيما يخص اللي قالوا الإيتاوات أنه في الحقيقة كان شبه معدوم لأنهم هم كاملين يتكلموا عن اللي قالوا الأخطبوط ولا يتكلموا عن الإيتاوات اللي كانوا درع الأخطبوط. الأخطبوط كانت اللي منه مجمد على الأرض كان يخلص 34,000 للطن. الإيتاوات اللي نقول احنا الدروا داكسين ديريكت حق الولوج غير مباشر تعطوا عليه 34,000 واللي مجمد وهو اللي يعنيهم هذا المجمد على الأرض يعني اللي قالوا الصيد التقليدي والشاطي واللي مجمد على الباخرة كونجيليفور يعطي 45,000 غير 45,000 مناش تنعطى 45,000 وقير الطن والطن ينباع ب 5,000 دولار معناها عنها نسبة لا تتجاوز 1.2% من قيمة المنتوج وبالتالي هذا حكما
معطي كادو. على كل حال الدولة اللي داخل الخزينة العام من جميع الإيتاوات اللي تمر عن طريق اللي قالها الشركة الوطنية للتسويق اللي هي SMCP تدخلها سنويا مليار تقريبا و700 إلى مليار و800 الفوقي. هذا من رقم أعمال يناهز في 2014 126 مليار و756 مليون و412861. أقل من 1%. أقل من 1%. وهذا رقم الأعمال الملي أعلنه دائما ينزاد، لأن الإنتاج ينزاد والتسعيرة تنزاد والإيتاوة اللي قاضى الدولة ما قد حركت من 2006 2005 تعدالها. فم جانب آخر لأن ياسر من المنتوجات إنها قاع ما عليها أي إيتاوة، ذي قال له فاري ما عليه أي إيتاوة، ذي قال له ساليس الشيء ما عليه أي إيتاوة. معناها عن فم مشكلتين، مشكلة ضعف الإيتاوة بحالته خالقة، ومشكلة منظومة الإيتاوة ما هي مطبقة على جميع المنتوجات السمكية. في الوقت ذا السمك ملك للشعب الموريتاني، معناها عن ما مظالت تخرج منه سمكة ما أجبر الشعب الموريتاني عن طريق الخزينة العامة قيمته منها كأي منتوج آخر مستخرج، ذا خالق في المعادن وخالق في كل شيء ومظالت تخرج فيها. هذا فيما يخص وراء الإخوة اللي دخلوا أنهم شايرين شاروا باطع للمقرر الأخير اللي خلق، واللي خلق في إطار تشاوري معاهم كاملين خلق عليه، وغوتنا في أسبوع من أجل النقاش. وكان أساسا شنو هو المقرر؟ المقرر أساسا أعلننا أولا عدلنا مسألتين، أعلننا زدتوا شوية ضرائب. ما إحنا الضرائب قاع إحنا ما بالنسبة لنا ما نعترفون أنها ضريبة، إحنا نعترف عنها أنها إيتاوة بمفهوم أنها رواية مقابل المنتوج اللي استخرج الشخص، وفعلا هو ما عنده قيمة لأنه تم في البحر، وبالتالي إحنا معتبرين على أنهم هما من واجبنا إحنا كدولة مثمنين لهم مجهود استخراجه بينا في طلب الله عز وجل كدولة، بينا إحنا ما دام الحوت في البحر هو ما عنده قيمة لهم هو ولا نحن، وبالتالي إحنا موال الدولة الصاهرة تسهر على أنهم هما هادو يستثمروا ويربحوا وتكون عندهم القدرة في الربح باش يجدوا استثمارهم ويتموا رابحين ويتموا ينمو. هذا احنا من واجبنا به في مصلحتنا كدولة. وهذا المعطيات اللي قبلنا واللي طبقنا معطيات عدلناها معهم بالتشاور، والدراسة اللي على أساسها وعدل هذا تبين عندنا مازال فما تياها جهد آخر قد ينقر ما لحقنا تماما. الوقت مات لي أصدر معي الوزير لهنا نقسم الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك هذه، للحقيقة كانت تعود مهمة مرحلة معينة اللي كانت تتعاون المستثمر في أنه يجبر من يشتري المنتوج إلى آخره، واليوم بدأوا الشكايات منها عنها. هو الراجل استخدم كلمة إكرام، معناها حاجز بينه مع بينه مع اللي هيشتري ما عنده، وزادت عليهم اللي كذلك قدر من الحواجز الأخرى. نظر كان فهم تفكير في النظر في عادة هيكلة أو على الأقل شوف الشركة SMCP وعدت من أجل أغراض معينة أهداف معينة، ونحن في سوق نختار مفتوح. نختار نذكر وفي منطقة حرة موافقين عليه كامل، وما هذا اليوم الدولة ليتاني بادوغماتيك نعدل الرواية من أجل أهداف معينة إذا نعودك الأهداف مثلا وخالقين والله فهم آلية أخرى تمكن لبلوغ الأهداف إحنا مفتحين لها. قال نختار نفسر لماذا وعدت SMCP وشن هما SMCP وعدت لأن وعدلت من أجل تحديد السعر ينعرف هذا باش، ولماذا مشيت الدولة إلين فرصات راسها على العدل الآلية لأن الفواتير اللي كانت تجي تقبض وينباع السمك بثمن وتجي الفاكتيرة بثمن أخفض حتى
من من من, من اللي نباع به. كنت بديتي باراليل. هذا هو اللي كان خالق. كان خالق اخر علم ملي من واجب المصدرين الموريتانيين عنهم يدخلوا جميع العملة الصعبة على شهر الوطن وإذا ما كان يخرج. هذا هدفين أساسيين وعدت لهم SMCP من عد زيادة على الأهداف علنهم اللي كان من أهداف أنها تعطي تعطي قدرة من أجل المفاوضات أن جميع المنتجين الموريتانيين عندهم يعودوا في نفس الشركة من أجل تكون عندهم قدرة في المفاوضات في تحديد الأسعار مع الأجنبي. وعنده مهمة أخرى من مهام مع مهام أخرى هي تشجيع الصيد التقليدي وتشجيع التنمية فيه. اليوم فعلا أعلن فم بعض من الشركاء للمؤسسة يقول عنا احنا في سوق مفتوح وأعلن SMCP ربما الأهداف مشودة لهم انها اللي ما لحقتهم اعلن اللي قالوا ربط رماد الدفيس ما يخلق بالطريقه اللي يلا واعلن الاسعار اللي ما ذن بعض ياسر من الشكاوى معها. على كل حال نحن نقول لهم اعلن 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 ما عندنا شيء مسبق ولا تنشئ ان شاء الله لجنه مؤخرا اذا كنتوا تتابعوا وتتابعوا هم اللي اذا كانوا يتابعوا انباء باط القطاع يعرفوا عن مجلس الوزراء الاخير صادق على 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 عرض قدمته الوزاره من اجل شنو الاجراءات المصاحبه لهذا الاصلاح اللي قام به. ومن الاجراءات المصاحبه التفكير في ايجاد اليه تمكن اولا علن تحديد الاسعار بصفه شامله ما هو لا اللي يؤخذ عليه SMCP غير تحديد الاسعار باخرى. لنعطيك مثال بسيط باش نعت لك اهميه اللي كانت واقف عليه SMCP. SMCP اللي قال له انا معي الوزير وربما المستثمر لا يشك في ما كانت عليه من اهميه. لا يقول لك اللي عليه الواقع لا يقول لك الواقع في جو سوق مفتوح ليبرالي ووجود أغلبية المستثمرين في منطقة أصبحت منطقة حرة. هذا هو الأساسي عندي. دورها القديمة نعم. لا نقول لك الواقع. لا شك فيه. لا نقول لك الواقع اليوم. إحنا اليوم عندنا منتجات تأخذ على SMCP اللي نقال له كونجليبور وعند المنتجات الأخرى كاملة ما تأخذ على SMCP. لنعطيك اللام مثال واحد من اللي ما يأخذ على SMCP. مثال اللي نقال له جراد لانغوست. لانغوست باع حي. وتأخذ عن طريق دوان. وتقبع عليها 5%. للأسف التسعيرة اللي تقبع عليها 5% واللي فاعلين نحن من نفسهم في القطاع محدينها بعشر أوروهات للكيل اللي هي 10,000 أورو للطن لانغوست الحية. وهم من نفسهم ولا يتكلم لك عن علم ومعلومات دقيقة ما هم من انفاسهم يبيعوها على مستنواذيو بعشرين الى 25,000 أورو للطن ويسعروها للدولة المنظومة الجبائية اللي تقبض الدولة تقبض على اساس 10 أوروهات. ها ما يقدر يخلق في SMCP. لو كانت تأخذ على SMCP ما يقدر يخلق. يقل نختارهم هم يفهموا عن الدولة ما هي دوغماتيك ما عندها شيء مقفول عليه. الدولة عدلت SMCP من أجل أهداف معينة ومن أجل تخوف من 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 أعمال ينقام بها وما زال ينقام بها في النقاط في المنتجات اللي ما تعنيها SMCP. إذا تعود فيهم آلية لا يتمكن أنها تطمئن الدولة عنهم لا هي عملوا في إطار شفاف وفي إطار التوجه الجديد اللي دعا له رئيس الجمهورية هو الشفافية في قطاع الصيد. الدولة ما عندها شيء مسبق عندها مانع غير يعطون الآليات اللي لا يتمكن من ذاك الحاجز وذاك التخوف اللي عند الإدارة أن يعود لفي واضح ولا عنده مشكلة واضح. بعض المستثمرين الوطنيين عندهم قضايا متعلقة بهذا الصدد. هذا القطب اللي هو بيكافن تويت كيلومتر 28 متواجدين فيها ثم مصانع دقيق وزيوت سمك
نختار سابق ندخل في صلب الموضوع، نذكر عن هذا اللي قالوا قطاع الصيد قطاع استراتيجي هام جدا ولن يستغل أحسن استغلال، لاه الموريتانيين كاملين يعيشوا برخاء وبأمان. يا غير ما نختار متازو هاي الفرصة السانحة باش نطرحوا مسائل جوهرية ظاهر أن عنهم أنها تعتبر شروط في تحسين إنتاج. المسألة الأولى هي فك العزلة من عند مركز الدرك اللي موجود عند 28 كيلومتر 28 إلى 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 الشط اللي 12 كيل. الطريق صعبة نختاروها نتطلع عن وزارة التجهيز والنقل يعدلون ممر قاعدين الكماين اللي يمشي من السوق السمك ويجي له يزودوا للمصانع بالسمك يسيروا بظروف صعبة. المسألة الثانية هو إدخال الماء من أفطو الساحلي. المسألة الثالثة إدخال إنارة هو الضوء، تعرفوا عن مصنع من دون الضوء هو دائما قاصر. المسألة الرابعة إدخال برلات بناء مرفأ يعودوا البواخر والزوارق يحطوا حمولتهم. طلبنا هو دعم البحث العلمي، إياك نعود نتمكنوا من ثرواتنا، اختاروا من هذا البحث العلمي يعود هو هو المرجعية اللي في أخبار الكتاب. قضية هذه الضريبة اللي عادت الوجه الغير مباشر طالب أنها تعود ضريبة موزعة على مثلا على مراحل. الوقت أدركنا، ربما نعتذر لنقابات الجنوب ونقابات الشمال وعمال المعهد المركز عن بعض القضايا اللي طرحوا تزمنهم من دون نطرحهم للوزير. على كل حال غير ما تلا عندنا يعود عند الوقت ولن نعود إلى قضية بالنسبة دائما في إطار الصيد الصناعي ما قدموا في البرنامج ما تحدثنا عن 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 اتفاقية الصيد مع الأوروبيين شنو تأثيرها على البلد ومنين لحقت إلى آخره. اتفاقية الصيد مع الأوروبيين اتفاقية مهمة بالنسبة للأوروبيين ومهمة بالنسبة لنا كموريتانيين. نحن مهمنا بأن لأن ما عندنا اليوم القدرة لاستخراج الكمية اللي متاحة لنا لاستخراجها. كيف قلت لكم قبيل عندنا كمية متاحة لاستخراجها تناهز 1,800,000 طن. هاي للأسف اليوم ما عندنا آلية الإنتاج اللي تمكن استخراجها. أول وسائل مهمة عندنا اتفاقية الاتحاد الأوروبي. مهمة ملي عند الاتحاد الأوروبي لأنه تواجد منطقة قرب منه فيها كميات معتبرة من الأسماك المتنوعة وذات جودة عالية بالنسبة لمحيطها. نقول هذا مع الوزير البطان حديثكم أشار لي المخرج أعطاني معلومة تجعلني ما قد نتجاوز النقابات لنحاولون نقبضهم تو بعد تفضلوا تسير داخلي لا لا لكن مونك عندكم تفضلوا معي الوزير واصلوا قضيه الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي ومتابع الاتفاق تفضلوا طيب هذا الاتفاق قديم مهم يقارب ملي دخلوا عليه بعض من التحسينات جوهريه من 2012 الى خلق اتفاق من 2012 2014 وإحنا بصدد تنفيذ الاتفاق اللي 2016-2019-20 اللي هو 4 سنوات. التحسينات اللي خلقت عليه هو على أول الاتفاق كان على المجهود مجهود الصيد، معناه أن ينعطى حق الولوج البواخر تجي ولا يخرص الكمية اللي لا تصطاد. حق الولوج يتناسب مع حجم الباخرة، هاو اللي كان خالي سابق 2012 وكان يستهدف جميع المصايد الموريتانية وكان عدد العمال فيهم اللي محصور بكمية ضئيلة جدا. التحسينات اللي خلقت عليه اعلن حق الولوج ما تلا يتناسب مع حجم الباخرة وعاد يتناسب مع اللي يستخرج من ذروتنا اللي قالوا أنكوتا الكمية اللي تستخرج يتناسب معها. النقطة الثانية انحصر
ملي ذا حق البلوش نقلعوا منه مصايد بالنسبة لنا استراتيجية للوطن ومستهدفين الموريتانيين اللي هو اللي قالوا الأخطبو ما تلمعني أبدا ب ب ب بالبواخر الأجنبية بصفة عامة والاتفاق الأوروبي بصفة خاصة. النقطة الثالثة أعلن تخليق تحسين جوهري بالنسبة لعدد العمال الموريتانيين اللي على البواخر حيث أنه عاد نسبتهم تناهي 60%. النقطة الأخرى اللي ملي حسنت منه أعلن أنه عاد محصور في منطقة جغرافية معينة ما تلف كافة المنطقة الخالصة وهذا الدفع للتحسين المعتبر لإنتاجه من نفسه وللكميات اللي 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 مصطادة منه بحيث اعلن ذا اللي نقالوا احنا النظام الاجنبي اللي هو يشتغلوا فيه الاتحاد الاوروبي يشتغلوا فيه اليوم عائدات الدولة بالنسبة للخزينة العامة اللي تناهز تقريبا 37 مليار ان 86 منها جاية عن طريق 86% جاية منها عن طريق البواخر والاتفاقيات الأجنبية وهذه كمية معتبرة 86% من 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 37 مليار. تحدثت قبيل عن قضية الكوتا تركنا عندكم آلية أنا النقطة دي اللي تكلموا عنها الخوط تركت إياها هي اللي تكلم عنها صاحب بيكافن تويت تأديني شوي اللي نتكلم لكم عن الآفاق المستقبلية للقطاع بأن الإشكالية المطروحة جاوبني شوي معي بزيلة قضية الكوتا دائما جاي فيه بسرعة مع الوزير بسرعة لين عدل على كل حال وقته فقط لا نزيدوا شوية لين نحاول نعجل احنا في إطار الاستراتيجية الجديدة هو اللي انطلاقا من التجربة اللي خلقت مع الاتفاقيات الدولية لتغيير نمط التسيير من تسيير مجهود للصيد الى تسيير مصايد هذا اخترنا نطبقه على النظام الوطني هو ان مشينا من تسيير مجهود اللي الدوله كانت باش تعطيك حق الولوج للثروه تعطيك حق اقتناء باخره بغض النظر عن المصايد اللي تستهدف اليوم في النظام الموجود الدوله عاد تعطيك حق الولوج الكمية معينة من مصايد معينة اللي هو اللي قال له كوتا وهذا هو الصالح اللي الدولة ملكها المصايد ما ملكها الباخرة وبالتالي ما عليها تسير آلية إنتاج مستثمر خصوصي آخر اللي مضارت يعود عنده فيه الحق اللي ديمانسيونيه حسب حاجته واضح. هذا هو المنظومة الجديدة عندنا اليوم حق الولوج للثروة لا يتم عبر حق ولوج إلى نوع من المصايد معينة بكمية معينة واضح. إذن لهنا قبل نقابات بسرعة نقابات الجنوب قايل للوزير وقايل للرئيس عن مدى عند هذا من الحوت والبحر لا بد لها من البورات تحط عليهم حوتها الصيفة اللي نحطوا بها قواربنا هذا ما قبل الرسول ذا متفاصل لك والقرن اللي احنا فيه ما خالقه مدة تحط بزياده كيفتها من الدول بعد اللي عندهم الحوت الدول ما عاد البراز اللي بلا حوت احنا اللي عندنا من مشاكل علنا لان ذكرت مريا عطاوها المديرنا ومديرنا متبارك معاه يطبقها ونختاروا يعاونوه منين يطبقها عنه هو متبارك معاها واللجنة اللي معاه متبارك مع تطبيقها يعني نختاروا الوزير يعطي قيمه تامه راي يعاون مديرنا منين يطبق مريا خالق شيء سمعنا لي بأنه لا يطبقوه بأنه لا يتم كل بلد من نواكشوط ينطرح فيها كل سفينة تاغطها القاطعة عندها بلد محدد هو تدير فيه حوت تطرح فيه حوت هو مبين نوام قاري لين جاقوا ما فيه بلد ورماك شوط لكم اللي واقفين في ظهرك ما فيه بلد يطرح فيه الحوت يقار بعد خالق بلد وين بلد يقد حد يطرح فيه حوتهم يقال يتعدلوا بورات تعدلوا ميناءات كل بلد بقيته حوات يطرح فيه حوت حوت هون ما فيه ميناء بين هون ولا نوامقار مثلا بن خلونا كيف كنا نعدلوا لا حوت حد شور نوامقار والله شور نداقوا يقد يجي يطرح حوته اللي نقالوا البنى التحتية هي مشاكل هذا القطاع لهم احنا عندنا 750 كيل فيش زايد 7000 سفينة وهذه ما عندها ما هو بور واحد من وادي وهذا هو اللي جعل هذه الكمية الهائلة اللي عندنا من الأسماك السطحية
والشاطئيه ما قدروا يقبلون نسبه 10% منها. لي زون سون ديليميتي بور لي بيشور لو مالور بيشور كي نورا با لا شانس دو تروفي لو بواسون كي شيرش ان ساشان كي لو بواسون اي تان اسبيس كي ميغر اي لي بيشور ميغر انفير لو بواسون اي دونك سي ce malheureux pêcheur ne trouve pas ce poisson, est-ce que vous avez préparé quelque chose à lui donner à manger parce qu'il ne pourra pas rester les bras croisés? Chaque fois, il y a des taxes sur les pêcheurs, alors que nous savons que les intrants de la pêche artisanale sont exonérés. Et aujourd'hui, chaque jour, c'est l'inflation. Ce sont des commerçants qui bénéficient de cela. Pourquoi jamais personne n'a posé la question de dire le pêcheur en partant en mer, qu'est-ce qu'il amène? Il amène de la nourriture, il fait des risques, il fait tellement beaucoup de dépenses. Et pourquoi les matériels de pêche, on ne peut pas les diminuer? Chaque fois, on augmente. Je voudrais savoir ceci. مجموعة من القضايا معالي الوزير الوقت قصير في دقيقة تقريبا بسرعة نختار طمئن جميع الفاعلين في القطاع لأن هذه الاستراتيجية الجديدة اللي تعود قيد التنفيذ بداية في إطارها القانون الجديد بداية السنة أنها تهدف أساسا أولا لحماية هذه الثروة واستقلالها بطريقة مستديمة وهذا هو اللي وسانا دخلنا سياسة الحصص الفردية. الهدف الثاني اعلن ذي يكثر من المنتوج اللي يفرق في الشواطئ الموريتانيه معنى ان يخلق دمج قطاع الصيد في الاقتصاد الوطني لما لذلك من انعكاسات على العماله وعلى الحراك الاقتصادي بصفه عامه. والهدف الثالث نختار الناس تتقبله كامل اعلن ذي الريع الناتج عن استغلال الثروه يتم تقاسمه بطريقه شفافه وعادله بين المستثمر اللي لو لم يكن ما كانت فم ثروة وبين الخزينة العامة اللي تمثل مالكة هاي الثروة بما أنها مالكة الشعب الموريتاني. وهذه الاستراتيجية أخذ عليها اسم التشاور وفيها كل بند منها كل أحد من الأهداف يتمشى كيف قال الأخ الموانئ تندرج في إطار الهدف الثاني اللي هو إيجاد قيمة مضافة لأن فعلا المال تخلق قيمة مضافة ما تعد فما تياه موانئ وبنية تحتية للتفريق وبنية تحتية للمعالجة. الرئيس قال عن الطريقة اللي نفرقوا بها عنها طريقة قديمة والوحيدين قال السيد الرئيس ثابت قال السيد الرئيس حقيقي لأن آلية الإنتاج اللي عندنا آلية بدائية بمفهوم الكلمة وهذا يعود من اللي الأسباب عدم إيجاد البنى التحتية من موانئ غير ملي نظرتنا نعودوا عن نعرفوا عن المسؤولية مشاركة بين الدولة وبين الفاعلين اللي يشتغلوا في القطاع منذ بداية استقلاله اللي هو بداية الثمانينات على ذو الفاعلين اللي اشتغلوا في القطاع من بداية الثمانينات واللي الإيتاوات اللي مقبضة عليهم شفتوهم فعلا الإيتاوات اللي مقبضة الدولة ما كانت تقدر تعدل بشيء ما كانت تقدر تستثمر في القطاع لأنها الدولة حدليني خرص بعمق ذي اللي موجود الآن اللي نقوله عن الدولة منذ السنوات كاملين أنها كانت سيبفانسيوني للسكتة كانت تعدل سيبفانسيون للقطاع لما تعدلها لأن ذي اللي تستهلك في تسيير القطاع ما أكثر بكثير من اللي يدخلها من القطاع لنفسه قطاع خاص. معالي الوزير أدركنا الوقت نعتذر لنقابات الشمال ولعمال المعهد والمركز لكل حال تزمون معنا دور قضايا مطروحهم للوزير وله بعد قليل نتابع بعض من الصور. قبل ذلك وصلتني كذلك رسائل عبر الإيميل فيها قدر من المشاكل مطروحة للقطاع بصفة عامة لكل حال قلعت عنها اسماء الناس اللي بعثتها ولين نعطيهم لكم واحد انسيون اوبيراتور عند تي كليري بانك وكذا شنوك الامور هناك تفكير في اعاده تجديد طبقات قدر من القضايا اللي لهينا نعطيكم على كل حال معي الوزير نسلموا لكم وتعودوا تنظروا فيه من الممكن في انه يتحقق. ننهي الحلقه كالعاده
على كل حال لنا كبير ان نعودوا ناقشنا القضايا كامله اللي بينتظر من المهتم بهذا القطاع والمواطن العادي. الوقت كان ضيق لان نشرت الاخبار باللغه الفرنسيه زادت شويه عن وقتها. ولهي نعطيك معي الوزير في دقيقه. خلاص شكرا. نختار في نهايه هذه الحلقه وبما انكم العمال ما قدوا يتكلموا نختار باسمهم باسم العمال البحاره والحماله في قطاع الصيد. نشكر رئيس الجمهوريه على قراره اللي ينم عن انسانيته وينم عن مدى اهتمامه بالطبقات الهشه بصفه عامه. قراره على هذا الذي قال له البحاره والحماله انهم يعودوا يستفادوا من التامين الصحي، انه قرار شاكرين عليه باسمهم هم وباسم البحاره، واللي في الحقيقه يدخل يندرج في اهتماماته هو الشخصيه للاخذ بعين الاعتبار المشاكل المطروحه ووضعيه هذه الفئات ولا الشرائح الهشه من مجتمعنا، وشاكرين عليه حتى ولي نم في الحقيقه عن انسانيته ومدى تشبثه بمشاكل المطروحه على هذه الفئات. هذا اخترت باسمهم بعضهم ما قد يتكلموا نعبر عنه. على كل حال شكرا جزيلا معالي الوزير. نتابع بعض صور لانهاء البرنامج. الصور بدايتها الرقابة البحرية من جاكو على ما أعتقد، هذا من جاكو، هذه مركز الرقابة البحرية من جاكو، مركز لمتابعة الحركية بصفة عامة. هؤلاء رجال لهم دور كبير، أدركنا الوقت قبل أن نتحدث عن دورهم خبر السواحل. خبر السواحل نثمن على كل حال دور خبر السواحل ودور الرقابة البحرية وهؤلاء الساهرين على ثغور الوطن والمهتمين بالمحافظة على ثروته السمكية. خفر السواحل على مستوى داخلة نواذيبو، مبنى خفر السواحل على مستوى داخلة نواذيبو. بدأنا بهم هذه الجولة بصور، هذه جولة قام بها فريق البرنامج مع هؤلاء الرجال داخل البحر وهم يطلعون بمهامهم التقليدية. هذه السفينة التي توكل إليها مهمة مراقبة السواحل الموريتانية من النهب الذي كانت تتعرض له. هذه توسعة ميناء الصيد ميناء خليج الراحة على مستوى مدينة نواذيبو. هذا تانيت، هذا الأعمال في ميناء تانيت العبيدة تانيت. هذه السوق الحوانيت المصاحبة التي ستكون هناك. هذه مخازن الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك. هذا مراكز البحث في لمرب. دائما أمور لها صلة بالبحث العلمي، كائنات بحرية، معهد المحيطات، مركز التفتيش البحري على ما أعتقد، حول صحة وجودة الأسماك. مركز كذلك له دور كبير. وهذه الحاصل على شهادة الاعتماد، شهادة الاعتماد دولية فريدة من نوعها في المنطقة. هذه الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك، هذه الهيئة التي استطاعت في ظرف وجيز أن تدخل المنتوج السمكي إلى جميع بيوت الموريتانيين أينما كانوا. هذه مخازن كبرى وهذه سوق السمك على مستوى مدينة مراكشوط والحركية الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها هذه المنشأة ومحاولات إعادة التنظيم داخل هذه المؤسسة. هذه مصانع جديدة في الكيلومتر 28 على ما أعتقد. مجموعة من الصور
تتعلق بالقطاع شاهدناها معا. شكرا لكم معالي الوزير، شكرا لكبار معاونيكم الذين حضروا الليلة واستمعوا إلى المسؤول الأول في القطاع، كما استمع المشاهد الكريم أينما كان إلى شروح ربما تجيب على العديد من التساؤلات التي يطرحها المواطن العادي ويطرحها المستثمر في هذا القطاع. شكرا لزملائي الذين أعدوا هذه الحلقة على مدى 3 أسابيع، وكان لديهم الكثير من العمل ما بين إعداد الحلقة وبثها الليلة على الهواء مباشرة، لأنهم كانوا كذلك مكلفين بالعرض العسكري بنواذب وبالاحتفالات المخلدة لذكرى 55 لعيد الاستقلال الوطني. أعده الله على الأمة الموريتانية وأعاد الأفراح على هذا الشعب الموريتاني. ومعالي الوزير، والشكر موجه أيضا لشركاء وزارة الصيد كذلك كافة الفاعلين تماما الخصوصيين. عندما أقول الكبار المعاونين لا شك أنا أشكر الفاعلين في هذا القطاع والمستثمرين في هذا القطاع والنقابات المهنية إلى آخره وكل من له تدخل له صلة في هذا القطاع. وشكر خاص للأستاذ بايبيخا الذي حضر معنا الليلة، رئيس بايبيخا الذي حضر معنا الليلة وكان له دوره في هذه المداخلات. شكرا لكم جميعا المشاهدين الكرام، شكرا لزملائي المبدع الديو سيدي بابا، المختار والتمين عبد الرحمن والكعباش الحسن والسولة، ومخرج البرنامج دائما محمد سالم والمرابط، إلى أن يضمني وإياكم لقاء آخر في إطار بحث جوهري في قطاع حكومي آخر. لكم مني أطيب التحية وأطيب المنى، والسلام عليكم.